لقاء يومي متجدد أجمعنا بحضراتكم. أهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة معكم مع الناس. غالبية كاسحة من المسلمين تؤمن بفرضية الحجاب، ويستدل الأساتذة والعلماء من أصحاب هذا التوجه بأدلة قرآنية ونبوية قوية، مستعينين في ذلك بقرينة شديدة الدلالة، وهي الزي الذي ترتديه المغيلات في التدين من نساء الديانات السماوية الأخرى. ويتشدد بعض أفراد هذا الفريق فيربطون بين التزام المرأة بالحجاب وبين عفتها، ثم يزداد بعضهم تطرفا فيربط بين الالتزام به والبقاء في حيز الدين. وعلى النقيض من ذلك تماما يقف بعض دعاة الحداثة والحرية ليؤكدوا تماما أن الحجاب ليس من الإسلام في شيء، وأن أغلب البنات والسيدات يرتدينه لأسباب اقتصادية. إذن من جديد الموضوع الحجاب يفرض نفسه بقوة للحديث فيه ما بين مؤيد ورافض له، ووجهات نظر تتصارع في هذا الموضوع القديم الجديد. هذا الموضوع نطرحه للنقاش بين وجهتي النظر المؤيدة وربما التي تتحفظ عليه أو تعارضه بشكل أو بآخر. عموما سنبحث عن الحقيقة، حقيقة هذا الموضوع في حلقة الليلة معكم مع الناس. نبدأ بالجولة الإخبارية المعتادة قبل الوصول إلى هذه الفقرة الحوارية، ونتابع هذا الخبر الذي ربما استحوذ على اهتمام كبير جدا في الساعات الأخيرة من اليوم، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اشتعلت بالمتابعة له. حبس وزير الزراعة المستقيل وثلاثة متهمين في قضية الفساد الكبرى. أمر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام الاثنين بحبس كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، وأيمن محمد رفعت الجميل ومحمد محمد فودة على ذمة التحقيقات في قضية رشوة وزارة الزراعة. كانت مصادر خاصة قد كشفت لي المصري اليوم تفاصيل القبض على دكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المستقيل على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة. وأوضحت المصادر أن هلال طلب من قائد سيارتها التوجه إلى مقر مجلس الوزراء بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصل في الساعة 1:30 ظهرا، وكان مقررا أن يتجه لافتتاح معرض صحارى الزراعي عقب انتهاء لقائه مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وأضافت المصادر أن الوزير مكث في مجلس الوزراء حوالي نصف الساعة، خرج بعدها ويبدو عليه الاضطراب، وطلب من سائقه العودة إلى منزله، مما يعني أنه تمت إقالته بتعليمات من الرئيس. واتجهت سيارة الوزير من شارع مجلس الشعب إلى شارع قصر العيني متجها إلى ميدان التحرير، وقبل إشارة الميدان المجاور لمحطة المترو والجامعة الأمريكية استوقفت أربع سيارات جيب سيارة الوزير، ونزل منها أربعة أشخاص طلبوا من هلال التوجه لإحدى سياراتهم لمدة 10 دقائق، وسألوه عن وجود البوسطة اليومية التي وقع عليها، فأخبرهم بوجودها فأخذوها وفتشوا سيارتها، وطالبوا السائق والحارس الشخصي بالعودة إلى مقر الوزارة واصطحبوه معهم. وأشارت المصادر إلى أن سيارات الأربعة كانت تتابع تحركات الوزير من 10 صباحا أمام المتحف الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى القبض عليه في ميدان التحرير. ربما هذه التفاصيل يعني يستهوي البعض أن يتابعها، لذلك ذكرناها أيضا في سياق هذا الخبر، لكن الأهم مسألة القبض على وزير الزراعة. صحيح طلب منه أن يقدم استقالته قبل إلقاء القبض عليه بدقائق قليلة ربما أو أقل من ساعة، لكن هذا الحدث لابد أن نتأمل فيه بشيء من التحليل مع المتابعين والمحللين السياسيين. معي الأستاذ أحمد صقر عاشور ممثل منظمة الشفافية الدولية، الخبير في الأمم المتحدة للحوكمة ومكافحة الفساد. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. لعلها يعني لا أدري إذا كانت سابقة في تاريخ مصر أن يتم إلقاء القبض على وزير بتهمة الفساد وهو في منصبه على هذا النحو. دلالات هذا الحدث من وجهة نظرك في سياق حديثنا عن الشفافية ومكافحة الفساد؟ الدلالات الحقيقة قوية جدا، لأنها تحمل رسالة تردع. نعم. لكل شاغلي المواقع العليا، وأيضا المساعدين والمساندين لهم، أنه لا حماية ولا حصانة لهؤلاء يعني فيما يتعلق بقضايا الفساد والانحرافات والجرائم
متعلقة بالفساد. والرسالة الثانية أنه بدأت ربما حملة حقيقية لمواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة. ربما الرقابة الإدارية بناء على اللقاءات التي عقدها السيد الرئيس مع المسؤولين في هيئة الرقابة الإدارية خلال الشهور الأخيرة، وتأكيده على ضرورة تنشيط وتفعيل أدوار هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة مكافحة الفساد والرقابة بشكل عام. تمام. فأنا بعتقد أن هذه رسالة ثانية، أنه بدأت الحملة وبدأ التحرك القوي، وأنه ما فيش حد كبير يعني المساءلة ستطال كل المسؤولين حتى من يشغلوا أرفع المواقع. لكن أليس من المفترض يا فندم أنه يعني منصب كمنصب الوزير بيخضع لاعتبارات رقابة قبل أن يتولى الشخص المنصب؟ يعني مفترض أنه صانع القرار يكون قد أخضع جميع الأشخاص اللي هو رشحهم لتولي مثل هذه المناصب لشيء من الرقابة. والله شوف، أنا يعني هناك في مفارقة، أنه والله هذا الشخص وغيره المفروض اختيارهم لهذه المواقع بيجيء بعد عمليات يعني فحص لسجلهم وتاريخهم ويعني وممارستهم السابقة ونزاهتهم إلى آخره. لكن ما فيش شك إنه المنظومة الخاصة باختيار القيادات محتاجة إعادة بناء بالكامل وإعادة نظر بالكامل. بس دي قضية طبعا قضية كبيرة تانية، بس ربما تحط يعني أو توضع. لكن في قناعة حضرتك يعني إلقاء القبض على وزير الزراعة بهذا الشكل يحسب لصانع القرار أو القائم على الدولة في هذا التوقيت ولا يحسب عليه؟ لا، أنا أعتقد أنه يحسب له في شك، يحسب له حتى وإن كان هو حتى وإن كان هو اختار يعني أو رشحه. مش يعني شوف، ما هو يعني صانع القرار مين؟ الرئيس الحكومة ورئيس الدولة. نعم. رئيس الدولة ورئيس الحكومة بيجي لهم تقارير عن المرشحين وعن أسماء حتى المرشحين. تمام. فهذه المسألة بقى محتاجة إعادة نظر أيضا. طيب، نقطة تانية أنا برضو أدعو حضرتك لقراءتها تحليلا. الوزير نفسه منذ أيام قليلة يعني تحدث كثيرا. أيوة، تحدث أنا كثيرا عن الفساد وان الفساد مستشري في وزارته. يعني ربما قال بشكل او باخر ان الفساد بيلف في وزاره الزراعه وبياتي الى وزير الزراعه، واعلن يعني انه هو متصدي له بكل قوه وحسم. مفيش ايام قليله تمضي ونفاجئ بهذا الخبر، يعني مساله فيها مفارقه ولا كيف تنظر اليها؟ لا لا، كان قد تسرب، وانا قريت هذا في الاعلام وفي يعني وفي الصحافة. الكلام ده من حوالي 10 أيام، إنه الوزير حططاله اتهامات متعلقة بالفساد. ما في شك إنه اللي بيحس إنه الحلقة ابتدت تضيق يعني حواليه بيتصرف علشان يدي انطباع يعني آخر. اتبع سياسة ما يسمى الهروب إلى الأمام ربما. يعني حاجه زي كده. شبيهة كده. لانه انا نفسي لما قريت الاخبار المبكره عن امكانيه اتهامه في قضايا فساد، الكلام ده من حوالي زي ما بقول لحضرتك من فتره وجيزه، يعني من حوالي 10 ايام او حاجه زي كده. الايام الاخيره لقيت انه حركه كبيره جدا من جانبه في الافصاح على انه يعني في قضايا فساد هيتم الكشف عنها. هو اللي بيقول كده. صحيح. يعني هو الذي يصرح بهذا، فكان ربما دي اليه دفاعيه، يعني اليه يعني لتبرئه نفسه، وانه هو راجل من محاربي. وعموما التحقيقات لسه، يعني هو ما زال متهم. وايوه صحيح، هو قبض عليه لمده 15 يوم. طب اخيرا تحت التحقيق وكده، اخيرا لكن
انا بس عايز اشير لحاجه مهمه جدا هنا، انه رغم انه هذه خطوه قويه تمام، خطوه مطلوبه وخطوه رادعه وبتدي رساله انه والله ما فيش حد اكبر من القانون واكبر من المسائله، اخيرا لكن هذا لا يكفي. خليك بس معايا. طب ماشي، هذا انا لا اسف يكفي. لان الوقت محدود، بس بالنسبه لجوله الاخبار اتفضل يا فندم. اتفضل. هذا لا يكفي. المراسم العليا فيها درجة عالية من الانكشاف، لكن كل ما نزلنا إلى الوظائف الأدنى هنبص نلاقي الانكشاف قل كثيرا، وبالتالي لن تستطيع أجهزة الرقابة إنها تراقب كل موظفي الدولة، لن تستطيع إنها تتعقب، وبالتالي نحن في حاجة إلى مجموعة من السياسات المانعة الوقائية التي لم يتم أخذ خطوات. طب أخيراً لو تكرمت أخيراً في عجالة، مسألة تقديم استقالته أو إقالته، هل هي مسألة شكلية ولا كان مفروض أنها تمشي على هذا النمط؟ لا، ده هذا طبعاً لا مش شكلية. ده مش شكلية عندما يطلب منه لما يقدم إقالته أو استقالته الأول ثم يتم إلقاء القبض عليه. شوف، إحنا ما لا نعلم ما الذي دار في الكواليس، لانه ما فيش شك انه هو اقيد، هو لم يستقيل، هو اقيد. وبالتالي الخطوه دي جاءت بعد ان تجمعت الادله ورفعت التقارير للرئاسة. اشكرك اشكرك واعذرني لضيق الوقت استاذ احمد. استاذ احمد صقر عاشور، ممثل منظمه الشفافيه الدوليه، الخبير في الأمم المتحدة للحوكمة ومكافحة الفساد. الداخلية تعلن التصدي بكل حسم للخارجيين عن النظام في تظاهرات الخدمة المدنية، وتؤكد لن نسمح بخرق قانون التظاهر أو قطع الطرق، وسندفع بتشكيلات أمنية وإعلان الطوارئ بالحماية المدنية لتأمين البلاد. أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها الأمنية لتأمين البلاد السبت القادم في ظل انطلاق الدعوات للتظاهر يوم 12 من سبتمبر الحالي وتنظيم مظاهرات لرفض قانون الخدمة المدنية الذي ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية بالدولة. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية أكدت عدم سماحها لأحد باختراق قانون التظاهر، وسيتم التعامل بحسم وقوة مع أي صورة للخروج عن القانون أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفي الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسة على مستوى الجمهورية. وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن ستدفع بتشكيلات أمنية وقوات الأمن المركزي لتأمين المنشآت الحيوية ومحيط مصلحة الضرائب والوزارات والنقابات والأماكن التي أعلن بعض الموظفين التسلل إليها للتظاهر فيها. معي عبر الهاتف سيادة اللواء حسن الزيات، قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك. بداية يا فندم، كيف تنظر إلى يعني دعوات التظاهر واستعدادات الدولة للتعامل معها؟ دعوات التظاهر دي يعني ظاهرة مستمرة بلا كتير معنا. نعم. غرض إرباك الدولة وغرض إرباك العمال بتاع المواطنين، ورد تسويق أو تشويه سمة الدولة وسمة الاستقرار فيها. نعم. لكن في الحقيقة هي ما عادتش بتأدي الهدف خلاص، بدليل إن الإخوان نفسهم مبقوش دلوقتي مقبلين على التظاهر زي الأول. مظاهرة هنا أو مظاهرة هناك، كل مظاهرة فيها 100 ولا 200. لكن سيادة اللواء، في هذا السياق أيضا بيطرح مسألة التعبير عن الرأي، يعني الهامش المتاح للناس أنها تعبر عن رأيها. هل التظاهر مقبول به في هذا التوقيت، ولا لابد أن تتولد قناعة على الأقل لدى الناس أنه يعني مثل هذه الأمور تؤجل ولو إلى حين؟ التظاهر ممكن ممارسته غيرته بالطريقة السليمة، يقدم طلب وياخد إذن ويحدد الميعاد ويحدد المكان اللي هيتظاهر فيه. تمام. وطبعا ما فيش مشكلة ان اي حد يتظاهر، المشكلة بقى الامتناع عن العمل اللي هي مصاعب للمظاهرات. طب شئنا ام ابينا، هتعقد مقارنة في ذهن الكثيرين ما بين ما قام به امناء الشرطة واي مظاهرات لاحقة.
لا، أمناء الشرطة دول يعني كانوا جزء من الإخوان المسلمين، أعتقد إنهم ما يمثلوش أمناء الشرطة الحقيقيين في مصر، إنما دول فئة قبضت وبتعمل باللي قبضت. أمناء الشرطة عموما ما خرجوش للمظاهرة ولا خرجوا لتعظيم مطالب، نعم. اللي عمل كده مجموعة صغيرة من أمناء الشرطة اللي يعني خد على الجماعات دي. نعم، يعني حضرتك شايف انه مفيش مشكلة في التظاهر او التعبير عن رأي طالما في سياق القانون او الحصول على تصاريح. لا، أنا ما أعتقدش إن في أي مشكلة في التظاهر في حدود القانون. نعم يا فندم، نعم، اشكرك شكرا جزيلا. سيادة اللواء حسن نعم. الزايد قائد الجيش الثالث الميداني. فتح معبر رفح استثنائيا من جانب واحد لنقل حجاج قطاع غزة، افتتح اليوم ميناء رفح البري استثنائيا من جانب واحد لاستقبال الحجاج القادمين من قطاع غزة لمواصلة طريقهم إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج عن طريق مطار القاهرة الدولي. وأعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البري عن بدء وصول الحجاج من قطاع غزة ويجري إنهاء إجراءاتهم ونقلهم في أفواج إلى مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الأراضي السعودية. وأشار المصدر إلى أن هناك أكثر من 800 فرد من الحجاج القادمين من قطاع غزة سيتم عبورهم على دفعات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى السعودية. للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور مختار. اهلا وسهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. كيف ترى الى ما يتم تقديمه من تسهيلات على معبر رفح للاخوه الفلسطينيين فيما يتعلق بعبور الحجاج والمتجهين لاداء فريضه الحج؟ يعني بالتاكيد بادره طيبه منا كمصر، وهي مطلوبه ومرغوبه. نعم. ومفروضه علينا بحكم الجوار، بحكم ان مصر وهي تشكل عمق هام جدا لهذه القضية الفلسطينية اللي تاهت في ظل هذا الذي يحدث في العالم العربي. يعني مسألة تقدر من الجانب من جانبنا كدولة كبيرة، ويعني مطلوب مننا أيضا أن نكون دائما بجانب القضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل لها، ونتمنى الوصول إلى حل عادل قريبا إن شاء الله. لكن يعني مسألة المعبر ده يا فندم لعلها بتخضع لاعتبارات الجانب الفلسطيني معني بيها أكثر من الجانب المصري، أليس كذلك؟ هي المعبر مصري فلسطيني، لكن هو دائما وابدا بيبقى مطلوب من الجانب المصري الكثير باعتبار انها الدوله الام. نعم. وانها الدوله الرائده وانها الدوله الى حد كبير جدا الحاكمه. الاخوه الفلسطينيين وكامل الاخوه العرب دائما نظرتهم الى مصر كبيره، وبناء على هذه النظره مطلوب ان احنا بشكل او باخر نكون ضاغطين في مصلحه القضيه الفلسطينيه، نحاول بقدر الإمكان أن نساعد هذا الشعب. هو هذا الكلام غير قابل للنقاش بطبيعة الحال، يعني صحيح. ده دور ورسالة مصر بتأديها قانعة راضية، ولكن صحيح. أنا ما أتحدث عنه على مسألة استمرارية فتح المعبر بشكل أو بآخر لي يعني تيسير أو تسهيل حياة الفلسطينيين في قطاع غزة. استمرارية فتح المعبر بتخضع لاعتبارات واشتراطات على الجانب الفلسطيني أن يقوم بتنفيذها، يعني بعض الاتفاقيات الدولية أو تفاهمات الدولية يجب على من في قطاع غزة أن يقوم بتنفيذها، أليس كذلك؟ صحيح، من الجانب الفلسطيني وعندنا أيضا من الجانب المصري. وطالما المسألة خاضعة لاعتبارات دولية وان كل طرف بيؤدي دوره على اكمل وجه، ليس مطلوب منك اكثر من ذلك. نعم. لكن انا اتحدث بمنطق انه مصر دايما الاخوه العرب او الاخوه الفلسطينيين دايما بيطلبوا منها الكثير، واحيانا يكون هناك عنصر ضغط علينا بغرض الوصول الى اكبر تيسيرات ممكنه، خصوصا انك انت بتتحدث عن شعب محاصر وبتتحدث عن قضيه محوريه وقضيه هامه. احنا بنؤدي الدور المطلوب مننا بالتاكيد في حدود المتاح، ومطلوب دائما ان نقوم بجانب القضيه الفلسطينيه وهي مساله هامه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. التضامن حل 57 جمعية إخوانية ونقل ملكيتها إلى إعانة المؤسسات. التفاصيل تقول أن الدكتورة غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت اليوم قرارات بحل 57 جمعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، منها 33 جمعية في الدقهلية
و17 جمعية في الشرقية و6 جمعيات في البحيرة وجمعية واحدة في كفر الشيخ. وأوضحت الوزيرة في بيان لها اليوم أن حل 57 جمعية يأتي في إطار تطبيق القانون وتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان الإرهابي وحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدة أن حل الجمعيات تم بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجري حصر الأموال والممتلكات وإختار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفين لتولي أعمال التصفية. للمزيد معي الأستاذ كمال الشريف، رئيس قطاع ديوان وزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بك أستاذ كمال. اهلا بيك يا فندم. يعني حل الجمعيات التابعه لتنظيم الاخوان الارهابي مستمر كما نتابع بين الحين والاخر. هذا الامر وصل الى كم جمعيه حتى هذه اللحظه؟ وهل لا يزال هناك جمعيات اخرى محل دراسه ومحل نظر؟ طبعا. هو حضرتك احنا كان 1088 جمعيه متحفظ عليها. وصلنا في الحاله دلوقتي لحوالي 479 جمعيه. في جمعيات غيرنا مجالس الاداره بتاعتها بالاتفاق مع الجهات المختصة. نعم. وصلت حوالي 100 جمعية، يعني لسه باقي حوالي 600 جمعية احنا بنتابع الأنشطة بتاعتهم. والجمعية اللي هي متحفظ عليها بيكون آلية للمراقبة، إن الشيك بيمضي عليه أمين الصندوق، بيمضي عليه مدير الإدارة. نعم. أو مدير وكيل الوزارة، فإذا في مراقبة مع كل شيك ومع كل إيراد بيخش. طالما الجمعية بتسلك سلوك الهدف التي انشأت من أجله فبتستمر في تسديد الخدمه. انت عارف حضرتك انه الاخوان بيتاجروا باي شيء، فحل الجمعيات على هذا النحو ربما يسوق من قبل الاخوان ومواليهم على انه يعني حلها بيضر ببعض الخدمات المقدمه للمجتمع. فهل حل الجمعيه بيؤثر فعلا على الخدمات التي تقدمها؟ ما احنا عندنا في الحل اولا الجمعيه، احنا حالين ال 57 جمعيه دول او ما سبقوا جمعيه ما لهاش مقر، ليس لها نشاط، اعضاء مجلس اداره سبقوا ومشوا، المقر مؤجر. هناك بعض الجمعيات اللي هي وقفت نشاطها ما بتشتغلش او ما كانتش بتشتغل، ولكن عندها بعض الفلوس في البنك بسيطه. ولذلك احنا لما بنقول اولويه الاموال والاصول للصندوقات الجمعيات بنعيد تاني صرفها لنفس الجمعيات الموجوده في نفس نطاق الغرافه. تمام. ده نقطه. نمره اثنين، ان خدمات المواطن ملزومه من الوزاره وليس من الجمعيه، فالوزاره بتقوم بتلبيه نفس الخدمات لنفس المكان اللي تحصل اذا كان هناك تحصل الخدمه. الجمعيه اللي عندها خدمه او نشاط بنغير مجلس ادارتها وبنسيبها قائمه. عظيم. طيب الى اي مدى حل هذه الجمعيات يعني بيؤثر ايجابا بالنسبه للدوله في مواجهه تنظيم الاخوان الارهابي ويؤثر سلبا على نشاط هذا التنظيم؟ حضرتك بيؤثر ايجابي ان احنا دلوقتي بننقل المجتمع منهم اولا. تمام. عشان ما يستغلوش هذه الجمعيات، لان الجمعيات المنتشره على مستوى الجمهوريه هي الوسيله الوحيده للوصول الى المواطن عن طريق اي نوع من انواع الوصول، مساعدات او اي نوع من انواع الاعانات، فهذا بيأثر على فكره ده تمام، فاحنا بنحمي المجتمع منه. بيأثر سلبي ان احنا على الاقل بنساهم في ان احنا نحد من نشاط هذه الجماعه. تمام. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ كمال الشريف، رئيس قطاع ديوان وزاره التضامن الاجتماعي. الارهاب طبعا لم ينتهي بعد على ارض مصر المحروسه، وان كان طبعا هناك نجاحات كبيره جدا تحققها الدوله في سياق مواجهته ومواجهه الجماعات التكفيريه، الا انه في سياق ايضا ما تقوم به هذه التنظيمات الارهابيه من افعال. لدينا متابعه اخباريه بتشير الى اصابه 5 أفراد من الشرطه اثر هجوم ارهابي على كمين متحرك في محافظه البحيره. والتفاصيل تقول أنه أصيب 4 أمناء شرطة وخفير نظامي من قوة مركز بدر في البحيرة إثر هجوم إرهابي شنه ملثمون ضد كمين متحرك أثناء سيره بطريق التحدي بمركز بدر في البحيرة. كان أفراد الكمين المتحرك المكون من مدرعة وسيارتي دبل كابينة جديدتان يستقلهم جنود وأمناء وضباط شرطة من قوة مركز بدر، فوجئوا فجر اليوم بسيارة نصف نقل يستقلها ملثمون يطلقون عليهم وابلا من النيران من بنادق آلية وخرطوش كانت بحوزتهم، وفروا هاربين في المناطق الصحراوية. القضاء الإداري: اللياقة الطبية والنفسية شروط متغيرة للترشح للانتخابات ولابد من فحوصات طبية حديثة. ذكرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بسريان الكشوف الطبية السابقة للمرشحين على أن شرط تمتع المرشح
باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن، على خلاف الحال بالنسبة إلى بعض شروط الترشح الأخرى. وأضافت المحكمة أنه مما يجعل هذا الشرط متغيرا ارتباطه بالظروف الصحية أو النفسية التي قد تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات، ومن ثم يجب أن يكون ذلك التحقق من توافر شرط اللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المرشح للمخدرات أو المسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى 12 من سبتمبر الحالي. النبوي يطلب استراتيجية ثقافية موحدة بين العرب. التقى دكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة بالسفير ياسر عاطف سفير مصر بدولة الكويت لمناقشة سبل دعم العلاقات الثقافية المصرية الكويتية وتوطيد أواصر التعاون الثقافي العربي المشترك. وقال النبوي أن مصر لديها كوادر كثيرة من المفكرين والمثقفين والفنانين، وأيضا لديها القدرة على الإبداع في جميع المجالات الثقافية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التعاون مع الجانب الكويتي نموذجا للعمل العربي المشترك، وأن يشمل التعاون أنشطة ثقافية داخل البلدين، وأن يشترك الطرفان في أنشطة داخل الدول العربية والأجنبية، وذلك في إطار استخدام القوى الناعمة العربية في الخطاب الثقافي مع مختلف دول العالم. للمزيد أرحب بالأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا بك. تعلم تماما أنه حلم الوحدة العربية أو يعني يلتئم شمل الأمة العربية ده حلم ربما مستمر على مدار أكثر من نصف قرن، فهل من ممكن أن يتحقق بشكل أو بآخر في المجال الثقافي، خاصة إذا ما أشرنا لتأكيدات معالي وزير الثقافة في التعاون وشكل من أشكال التكامل ما بين مصر والكويت في هذا المجال؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الطريق السهل السحري الناعم القوي لعمل استراتيجية عربية موحدة ولتحقيق حلم عربي موحد، أعتقد أن الثقافة هي العنصر الأول، أو أعتقد أن الثقافة هي السلاح الأول الذي يجب أن يبدأ من عنده العرب جميعا. تمام. نحن جميعا أصحاب لغة واحدة، نحن جميعا أصحاب ديانتين، أعتقد هما الديانتين الأكبر والأبرز في الدين. أعتقد أن احنا جميعا أصحاب حضارة واحدة، حتى لو اختلف بعض مشاربها ولكن كلها بتصب في مجموعة حضارات إنسانية جميعا تؤكد على أننا جميعا أصحاب حضارة، حضارة وادي النيل، حضارة بابل، حضارة اليمن، الحضارات المختلفة البسيطة، الدول القديمة والحديثة اللي موجودة. أعتقد أن منطقة بزخم المنطقة العربية كان يجب أن تكون وحدة واحدة، حتى لو كان هناك بعض الحدود الوهمية. إذا أردنا إسقاط هذا الكلام الرائع على التعاون الثقافي بين مصر والكويت اللي هو محل الخبر اللي بين إيدينا، نعم نستطيع أن نتعاون. أعتقد أن من الأنشطة المهمة جدا للتعاون اللي ما بين مصر وما بين الكويت، محدش فينا يقدر ينسى كل المنشورات دولة الكويت اللي موجودة واللي استفاد منها واللي علمت أجيال كثيرة من الناس في مصر. أيضا محدش ينسى أن هناك كثير من المؤسسات الثقافية والفنية المتواجدة بدولة الكويت يقوم عليها أو قام عليها وعلى تأسيسها عدد كبير من أساتذة المسرح على سبيل المثال في هذه الدولة العربية الشقيقة، وأشياء أخرى كثيرة. أيضا من الممكن أن يكون هناك معارض للكتب ما بين الدولتين، من الممكن أن يكون هناك مهرجانات فنية ومسرحية وسينمائية ما بين الدولتين، من الممكن أن يكون هناك معارض وإنتاج للحرف اليدوية. أعتقد أن أيضا من الممكن أن يكون هناك تعاون كبير في ثقافة الطفل ما بين مصر والكويت، وأعتقد أن على سبيل المثال من أفضل مجلات العالم العربي هي مجلة العرب الصغير
ايضا يوجد في مصر عدد جيد من المجلات على سبيل المثال قصر الندى وعلاء الدين. من الممكن تبادل هذا الامر. ثقافه الطفل بالكليه من الممكن ان يحصل تنوع او يحصل تبادل ما بين البلدين الشقيقين. ايضا الحفاظ على الموروثات والتراث. مصر لديها خبره كبيره. عظيم. واضح انه الافاق كثيره جدا. نتبقى فقط تحقيق كل هذه الاحلام او على الاقل يعني النذر اليسير منها ان شاء الله لكي تتحقق هذه الوحدة التي نتمناها إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فندم الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. آخر متابعة إخبارية معنا في هذه الجولة. القطاع الخاص بيطمن لشراكة الحكومة. هكذا قال دكتور أشرف العربي وزير التخطيط. التفاصيل بتقول أنه معالي الوزير أشار إلى أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي دين سيادي، مؤكدا أن الحكومة لم تتخلف عن سداد فوائد قناة السويس الجديدة للمواطنين. وأكد العربي أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص تعتبر أنسب طرق التمويل حاليا، مضيفا أن الوزارة لديها نموذجان ناجحان في المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الصندوق السيادي أملاك وشركة أيادي، مضيفا أن القطاع الخاص بيطمن لشراكة الحكومة. كده بتنتهي هذه الجولة الإخبارية. أتمنى أن نكون قد وفقنا في أن احنا نقدم لحضراتكم جرعة إخبارية متكاملة. نخرج إلى فاصل قصير، بعده نبدأ فقرتنا الحوار التي أشرنا إليها في بداية هذه الحلقة، الحديث عن الحجاب وهذه الأقاويل أو التساؤلات القديمة الجديدة. هل الحجاب فرض أم سنة؟ هل هو واجب على كل مسلم ومسلمة أم لا؟ ما بين وجهات النظر الكثيرة المتعلقة بهذا الموضوع. نتمنى إن شاء الله نوفق أيضا في هذه الفقرة الحوارية وأن نحسم هذه القضية. بعد الفاصل نلتقي. زاد الحساب على الحساب وآن تسديد الحساب، فإذا ارتضت أهلا وإن لم ترضى فلترحل فرنسا عن فرنسا نفسها إن كان يزعجها الحجاب. بتلك الكلمات الشعرية الشهيرة رد الشاعر أحمد مطر على موجة رفض حجاب المسلمات بفرنسا التي بدأت منتصف ثمانينيات القرن العشرين وبلغت أوجها في بداية الألفية الثالثة، وشيئا فشيئا تسللت إلى بلاد المسلمين نفسها. شيوخ وعلماء دين يرفضون هذه الموجة مؤكدين أن الحجاب فريضة إسلامية وأن الصراع إذا جاز أن يدور فإنه يتعلق بالنقاب، مع التنويه إلى أن كل ملبس يزيد احتشام المرأة هو خطوة إضافية على طريق الصواب. وعلى استحياء يؤيد هذا الاتجاه حقوقيون مع فارق في المنطلق، حيث يؤمن هؤلاء أن الملبس حرية شخصية لا يجوز الاعتداء عليها. أما النواة الصلبة لموجة الرفض فتتكون من مثقفين وأدباء وبعض مدعي الانتساب إلى الدين، يرون الحجاب لا يعد أن يكون عادة مجلوبة وأنه لا يوجد نص صريح بفرضها في القرآن أو السنة. ومؤخرا انضم إلى هذا الفريق أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع. وصل اكتراء بعضهم إلى الدعوة لمظاهرات مليونية لرفض الحجاب، ثم تبلغ المفارقة ذروتها المأساوية حين تتحول الصرخة الشعرية برحيل فرنسا إن كان يزعجها حجاب المسلمات فيها، إلى مطالبة لا تنقصها الفجاجة برحيل المحجبات عن بلادهن إن استمر إصرارهن على ارتدائه. أهلا بكم.
يعني مجمل ما نقدمه من تقارير لعله يكون مقدمة جيدة جدا لأي موضوع بنطرحه للنقاش. فأعتقد أن هذا التقرير قدم لقضية الليلة أو حلقتنا النقاشية الليلة دي قضية الحجاب. فما بين حين وآخر تقفز هذه القضية قضية الحجاب إلى صدارة الأحداث وتتعالى أصوات المتصارعين بشأن الحجاب، ما بين مؤيد يستند إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة إلى معارض يستعين بتفاسير منافية لأحكام ودلالات تلك الآيات وأيضا الأحاديث. حالة من الجدل الواسع تؤرق طرفيها وتجذب إليهم متفرجين من أفراد المجتمع، يحاول فيها المتصارعون فرض وجهات نظرهم على المجتمع، وكان هذا المجتمع هو مجموعة من الكائنات مسلوبة الإرادة تنتظر من يحركها في هذا الاتجاه أو ذاك، أو كأن كل قضايانا حسمت ولم يبقى إلا الحجاب، وكل أسباب تراجعنا المادي زالت ولم يبقى إلا البت في مدى فرضية الحجاب. حالة من الصراع المحموم منفصلة تماما عن واقعنا وعاكسة بأمانة للطريقة السطحية التي ندير بها مختلف شؤون حياتنا. ولا نبالغ إذا قلنا أنه هذا الحال هو حال الأمة الإسلامية ربما بشكل جامع، فأين الحقيقة في مسألة الحجاب بين صراع النظريات وواقع الحياة العملية في المجتمع؟ في حلقة اليوم نطرح هذا الموضوع للنقاش ورحب ضيفي الكريمين دكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. ورحب أيضا بضيفنا العزيز الأستاذ محمد الدويك الكاتب والباحث. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ أحمد إزيك. أنا كنت عايز أسأل حضرتك بشكل صريح ومباشر بالضربة القاضية كما يقال، إيه حكم الإسلام في الحجاب وننتهي من هذه المسألة، لكن يعني نوجلها شوية ونستمع لرأي الأستاذ محمد فيه وبعد ذلك نستمع إلى رأي الإسلام بشكل قاطع. بداية أنا أستاذ محمد، يعني رأيك من حيث المبدأ في هذا الصراع المحموم بين مؤيد ومعارض، وهل فعلا يعني إحنا مشاكلنا كلها انتهت عشان نحسم هذه المسألة ونفرغ لها كل هذه الطاقات والوقت للحديث والنقاش، وبعد كده تقول لي رأي حضرتك في مسألة الحجاب؟ هو الحديث عن الزي أو اللبس في القرآن الكريم بمعنى اللباس، الزي ورد في آية واحدة أعتقد في سورة الأعراف، يا بني آدم مبدئيا كان ربنا لا يخاطب المؤمنين ولا المسلمين ولا المتدينين، إنما يخاطب بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ربنا عايز يقول أنه أنا وجهة نظري أن ستر العورة عموما من طبائع البشر، ما هيش أمر ديني ولا تكليف ديني قد ما هو أمر اجتماعي، وربنا قال كده لباسا يواري سوآتكم. يعني يواري سوآتكم؟ يعني يواري ما يسوءك أن يطلع عليه الناس، أنا يسيئني أن يرى الناس جسدي، ما أحبش حد يشوفني وأنا من غير هدوم أو أنا عريان. غريزة بشرية، بطبيعة إنسانية. أن الله من نعم ربنا علينا أن ادانا أدوات نقدر نصنع بيها ملابس، لباسا يواري سوآتنا وريشة. وحتى استخدام لفظ الريش وجهة نظري ربنا عايز يقولك أنها حاجة بسيطة، حاجة يعني عارف انت اللي يجي في الريش بقشيش، حاجة جانبية، حاجة مش غالية قوي، حاجة لها وظيفة تأديها وخلاص، وانتقل إلى ما هو أهم، انتقل إلى ما هو أعمق، انتقل إلى ما هو ديني، انتقل إلى ما هو مقصود اللي هو إيه؟ ولباس التقوى ذلك خير. يعني إيه لباس التقوى؟ ببساطة أن تنتقل من لباس الجسد إلى لباس القلب، من لباس الجسد إلى لباس السلوك، من لباس الجسد إلى لباس العقل. إذن فالانتقال من الظاهر إلى الباطن ومن الشكل إلى المضمون هو ده المقصود. ربنا عايز يقول لك نزلنا لكم لبس وريش تداروا بجسمكم، يلا اخلص البس في دقيقتين في خمس دقايق، اهتم بما هو أعمق وما هو أهم. لباس التقوى ذلك خير، مسألة المضمون هو جوهر، هو جوهر الإيمان وهو جوهر الرسالة. إذن ففي البداية اللباس ريش يداري سوءتنا أي سيئتنا، يسيئني أن يطلع الناس على جسدي. هذا أمر ممكن نقول مش ديني، الناس تزعل، ديني جانبي من آداب الدين وليس من أساسيات الدين. يعني لما نيجي نتكلم عن الملابس بصفة عامة، عن ستر العورة بصفة عامة، عن الأشكال والأزياء بصفة عامة، نتكلم فيها من الآداب. من الآداب هسأل حضرتك بشكل مباشر، آه هل هو شيء كما وصفت حضرتك كده شيء جانبي من تمام في الدين ريش، ولا حرية شخصية كما يسميها البعض؟ تمام. أوكي، ده سؤال، هو الاثنين مع بعض. يعني مبدئيا الحرية الشخصية يجب أن لا تتصادم، أو حريتي الشخصية تقف عند حدود الآخرين. أنا لو مشيت في الشارع عريان هأذي الآخرين. أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذ محمد، يعني هل المسألة فيها أمر إلهي مباشر فأنا لابد أن نلتزم تمام ونقول سمعنا وأطعنا تمام، ولا المسألة متروكة فيها فسحة
من الآراء يعني فيها أمر إلهي مباشر ولا لا؟ بتهيالي كل جملة هنقولها أو كل مقطعة صغيرة هنتناولها هيبان إذا كان فيها أمر مباشر ولا لا. الآية القرآنية اللي قلناها لباسا يواري سوآتكم، ده أمر مش ديني. وريشا لباس التقوى، هو ده المقصود وهو الأهم، ذلك خير. طيب لو جينا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي في صحيح مسلم، حديث طويل، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نظرة احتقار كده لأخوك المسلم ده شر كبير قوي، نظرة بس. شوف الأدب، شوف الذوق، شوف الشياكة، وشوف النظافة، نظافة القلب ونظافة التعامل، حتى في نظرة عينك انت ظابطها. يوم الرسول منتقل بعدها يقول لهم ايه؟ التقوى ها هنا، ويشير الى قلبه. من عادة الرسول انه ما بيكررش، من عادة الرسول انه لا يطنب في الكلام، ما بيزودش كلام ملوش لازمة، يكررها تاني، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير ثلاثا الى قلبه لكي ينتبه. ما كانش بيشاور لجلبيته. ففي ناس يظهر ما خدتش بالها وظنت ان الرسول بيشاور الى اللباس، ونسوا ان الرسول يشاور الى القلب. حظيم. فما بين الآية القرآنية اللي بتتكلم ان لباس التقوى مش لباس الجسد ذلك خير، وما بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول التقوى ها هنا ويشاور الى قلبي، انا اعتقد الصورة ممكن توضح لينا شوية. ثم لو عملنا اسقاط واقعي على المجتمع، احنا المسلمين مليار ونص في العالم، هل بنعاني من الشكل ولا هل بنعاني من غياب تقوى القلب؟ هاجل التفاصيل دي مع حضرتك لاحقا، لكن اتوجه اليك يا دكتور محمد. يعني هل انا مبالغ لو سألت حضرتك بشكل محدد كده ومباشر، الحجاب حلال ام حرام؟ ولا في تفاصيل كتيرة ما ينفعش يتسأل السؤال ده بشكل المباشر ده؟ لا، هو فعلا بسم الله الرحمن الرحيم، هو مش بداية، لأن دي حلقة نقاشية ومع الناس بالذات. هي المسألة دايما بتفرضوا الآراء وبتعطوا فرصة للمناقشة، ودايما فعلا الرأي هو الرأي الآخر، هو ده سمة البرنامج يعني. فلذلك من المهم جدا أنه النقاش نفسه يقود إلى هذه النقطة، يعني عبر النقاش، عبر عرض وجهات النظر، عبر برضو إعطاء الدليل في الموضوع أو لا دليل، ممكن جدا المشاهد نفسه يسير مع هذا بدل من صادر عن المطلوب من البداية كده، نقول له لا لا، يقول لك مثلا زي ما حضرتك قلت كمان، ودي عبارة جيدة، انه مش بالضرب القاضي يعني. هي فعلا فكرة ان احنا بنترك الامور للمساجلة، للمناظرة، للرأي والرأي الاخر، وحتى يمكن ان المشاهد نفسه يتابعنا ويقول والله انا من خلال هذه الحلقة النقاشية لا انا بوصل فعلا ان الرأي اللي بيقول كذا هو ده الرأي اللي انا مقتنع بيه، مش بس عشان حضرتك اقول له لا في نصك هذا، لانه من المهم جدا الوجدان، الضمير، هو ده اللي احنا عايزينه، مش القانون. ومش برضو حضرتك انك تقول لي في نص عليك انك تعمل كذا وكذا، لا، قبل ما تقول خلينا اقتنع، وده غرض الاسلام، وده اعتقد فلسفة حتى برنامج مع الناس، لانه بالفعل لا يصادر على قضية وانما بيعرض القضية المسألة بصورة. فالمسألة انا خليني اذكر حضرتك بسؤال لعله ارضا صادم، الحجاب حلال ام حرام؟ تمام. لانه في بعض الناس في بعض الاراء وصلت انه يعني حرام، وانه بيستر المراه، او يعني بيحجب المراه وبيحجب فكر المراه وبيمنعها عن المشاركه في المجتمع. يعني دي وجهات نظر بدانا نسمعها، مش فريضه ولا سنه. احنا وصلنا مساله انه حلال ام حرام. هو يجب ان احنا نعترف من البدايه انه لا، فعلا ده في اطار الحلال تماما وقيمة الحلال، لأن عند الحكم الشرعي ممكن يكون فريضة، ممكن يكون واجب، ممكن يكون مندوب، ممكن يكون مباح، واخد بال حضرتك؟ ده يعني الحكم ده كله يدخل في نطاق الحلال أو الجائز يعني. ده لكن مراتب زي ما حضرتك شايف كده، وزي المشاهد الكريم ما بيلاحظ يعني، لا أنا عندي طبعا الفرض أعلى، والبعض بيقول الفرض والواجب هم معنى واحد. هل منطقة بقى اللي حضرتك يعني عايز توصلها يعني، هل فعلا منطقة الحلال ده هو في مؤخرتها ولا في بدايتها؟ وجوبية لزومية. وجوبية صحيح، واجب ولازم، ولا في مساحة للإنسان أنه يتخير من أمره لا ما يناسبه؟ لا لا، هو واجب، وهذا الوجوب لأنه فعلا ينبغي على المسلم، وطبعا المسلم هنا أقصد المسلمة يعني، على المسلم أو حتى المسلم الذكر برضو، ما عليه اللباس بالنسبة له، إذا أخذت عبارة اللباس أو زي الأستاذ محمد، حاجد برضو أنه عليه اشتراطات. دليلك يعني هو دليلك إذا كان الأستاذ محمد يعني قدم دليل آية قرآنية بتشير أنه اللباس هو يعني مجرد حاجة بتستر ما يسوءك. صحيح. يعني اسمح لكن لي، لكن صحيح. اللباس الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه هو لباس التقوى. تمام. هو ذلك خير، ربنا وصلك. شوف حضرتك، من المهم جدا يعني برضه هو المخير إن نعم ربنا. جميل ان احنا نحترم انه انا يوم ما انا عندي النصوص، يعني عندنا قاعدة كده المفروض انا كتخصص الشريعة، النصوص يفسر بعضها بعض. يعني حضرتك بلاش الاجتزاء،
ما تقوليش ما تجيبليش آية وتقول لي الآية دي كلها هي بتتكلم عن الموضوع ده وخلصت القضية. لا عظيم. لا حضرتك بتقولي كل الآيات التي تتكلم عن اللباس هتالي واستنتج منها حكم. وشوف هؤلاء الخبراء المفسرون المحدثون أهل التفسير وأهل الحديث وعلماء الفقه، لأن دي منطقة كلهم أدلوا بدلوهم فيه. طبقا للرأي الأستاذ محمد ما فيش غير الآية دي بس اللي ذكر فيها اللباس. لا كتير. أما يعني شوف حضرتك بخصوص زي المرأة كان في آيتين تانية. طب لا يعني هو فيه آيات كتيرة جدا، وأنا عندي آيات وعندي دايما كده فيه آية نص كده بنقول عليها، بلاش آية يعني نص، لأن النص يشمل القرآن الكريم والسنة المطهرة. فالنص ده إما أنه يتكلم بيجي لي نص عام، يعني حضرتك لما نقول على المصريين جميعا أن يدلوا بأصواتهم في عند الانتخابات، كل من بلغ مش عارف سن 18 سنة عليه أن يدلي بصوت، ده نص عام. لكن لا، أما أقول لا والله أنا مثلا أنا عايز يدلي بصوته اللي هو لم مثلا يعني أو يرشح من لم يرتكب جريمة ومن مش كذا، فأنا دلوقتي ده نص خاص. فهنا برضو القرآن الكريم استخدم نص عام اللي هو الأستاذ محمد جابه. نعم. ده وريشا ولباس التقوى، وركز على النقطه دي. لا طب انا عندي نص اهو خاص اهو، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فرجهم ذلك ازكى لهم، وكل المؤمنات شوف حضرتك بقى يغضضن من ابصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. انا هنا بقى بصدد النص خاص بقى، والقاعده عندي وده ضروري بقى نلتزم بضوابط. يعني حضرتك الضوابط ايه؟ الضوابط اذا كان عندي نص عام ونص خاص يقدم النص الخاص. يعني انا قلت يا استاذ احمد عتابي عليك انك تعمل كذا، ممكن نص تاني انتوا علينا نعمل كلنا نعمل كذا، يبقى النص ده ما دام متوجه لك يبقى حضرتك ما تقدرش تقول لا بقى ترميه عليا او على الاستاذ محمد، لا ده نص خاص. فهنا برضو النص هنا للمؤمنات، المؤمنات والمؤمنات درجه اعلى حتى من الاسلام. يعني المؤمن هو من يعمل العمل الصالح، مش بس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ده فيه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم وكذا وكذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلتزم بأحكام الإسلام. هو هنا بقى هو ده النص اللي أنا أحتكم إليه، وده السبب إن احنا بنقول. وحتى أنا عندي الحديث كمان آية قرآنية تاني كمان كده قالت أهو بس في إطار النص خاص، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يعني شوف ادي نص واخد بال حضرتك، دي حاجه لها يبان عند نصين، وبعدين ايه يدنين عليهن من جلابيبهن. دي ايه تانية. طب ده ايه كل ده شوف حد ممكن يقول لحضرتك يعني مساحه يدنين الحد فين من الجلباب يعني لم يقدرها القران بقدر. ايوه صحيح. بس ما انا بقول النصوص يفصل تضم مع بعضها يعني ونطلع منها حكم. ما هو صح حضرتك، ما انا ما وقفتش عند دي بس، ما وقفتش عند دي بس، ما وقفتش عند دي. انا وقف ولا يدين زينتهن الا مظهر منها، ويجب ان انا بجمع النصوص دي مع بعضيها واخرج منها بالحكم. ده كلام اللي قالوه لنا الفقهاء، الكلام ده قالوه لنا المفسرون الذي قال به المحدثون. اذا هم وطبعا السند ايضا ولا يدين زينتهن الا مظهر منها الفقهاء الاربعه، المذاهب الاربعه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وحتى الظاهري مذاهب اهل السنه وغيره، ده اتفقوا على ان المراد بالزينه اللي هو تظهر اللي هي المراه المسلمه يعني تظهر وجهها وكفيها، والامام ابو حنيفه زود القدمين كمان ظهر القدمين. طيب. ده الاتفاق. فهنا برضو لا يمكن انا برضو ارجع بقى للكلام اللي قاله الاستاذ محمد، لا يمكن ان اعتبر الزي في الاسلام مساله جانبيه. لا لا، وان كان مساله الجوهر مساله مهمه، ده مهم جدا. طب ما انا عندي نص بس حضرتك دي ده حاجه لاحقه بقى. ما هنا ممكن كمان اجيب حديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وبعدين انا عندي الحديث برضه انا اقدمه بقى اللي هو يا اما راى الرسول عليه الصلاه والسلام السيده اسماء وراها عليها لباس رقاق يعني او ثياب رقاق، فقال له فاعرض عنها ثم قال لها يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لا يصلح منها ان يرى منها الا هذا وهذا، هذا اللي هو الوجه وهذا الكفين. عظيم. طبعا انا عندي بالاضافه للاجماع كمان بالاضافه للاجماع، وكمان عايز اقول يا استاذ احمد الزي كمان استاذ محمد برضو الزي ده تعبير عن هويه. نعم. ما تقوليش حضرتك انه امر ثانوي كده. انا عندي دلوقتي شوف اما الزي بيمثل في كل دول العالم. نعم. انت بتشوف مجرد ما تشوف الزي ده بعبر ده هندي لانه ليه لبس معين، ده من باكستان، ده من العرب، ده لا الزي تعبير عن هويه.
وتعبير والدين والمجتمع لا قرينات عظيم. والدين الحقيقي. طيب الكره كده ردها لك تاني دكتور محمد بحرفيه عاليه جدا، انه الايه لا تقتطع من سياقها او تبتزا من سياقها، والاجتزاء لا، انا عايز الاجتزاء لا، ناهيك على انه مساله لبس مش مساله شكليه في الاسلام. انا استاذن حضرتك مضطر ان اخرج لفاصل، ده اوامر عليا من المخرج، فنخرج لفاصل كلنا خاضعين للاوامر العليا. نخرج لفاصل مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم في هذه القضيه التي نطرحها للنقاش، وهذا يعني حلقه اشبه بالعصف الذهني في بحث عن الحقيقه او وجهه نظر لعلها تكون مقنعة إن شاء الله لحضراتكم. بعد الفاصل أتواصل الحديث معكم. أهلا بكم مجددا، الحديث يبقى مستمرا مع حضراتكم حول قضية الحجاب، وإذا ما كان فرضا أم سنة، وأيضا نؤكد على معنى أنه لدينا أيضا قضايا كثيرة جدا ربما تكون أكثر أهمية بحاجة للالتفات إليها في هذه المرحلة من حياتنا. أرحب مجددا بضيفي الكريمين دكتور محمد الشحات الجندي والأستاذ محمد الدويك، أهلا بكم. أهلا بك. أعود إليك مباشرة أستاذ محمد، التعقيب كان لحضرتك، وذكر السادة المشاهدين بما أكد عليه الدكتور الجندي أنه يعني لا يصح أو ينصح بعدم اجتزاء الآية القرآنية من سياقها، وأنه في آيات أخرى مكملة للقضية. الحاجة الثانية نؤكد على قيمة أنه الحجاب ليس بالشيء الجانبي من الشريعة الإسلامية، بل هو في صلب شريعة الإسلام. تمام، هو بس نقطة صغيرة جدا على فكرة، إحنا عندنا أولويات أكتر بكتير. بالمناسبة كلمة عمل ويعمل ويعملون كل مشتقات العمل في القرآن الكريم وردت حوالي 300 مرة. أما الصلاة ومشتقاتها رغم أنها العبادة الأساسية في الإسلام، ركيزة الإسلام الأولى، وردت 100 مرة بس. فرغم أهمية الصلاة في الإسلام، لكن العمل ثلاثة أضعاف الصلاة. وده اللي خلى إردب القمح بعد ما كان بينتج أربعة فدان القمح، بعد ما كان بينتج أربعة إردب بقى بينتج النهاردة 27-28 إردب، بالعلم وبالعمل. إحنا لا نعمل ولا نعلم بالتأكيد. نتمنى يعني إن شاء الله دي قضايا. عندنا سورة اسمها سورة الأنعام في القرآن اهتماما بالأنعام بالحيوانات. نعم. إحنا البقرة عندنا بيجيب 15 لتر لبن، في نيوزيلندا بيجيب 150 لتر. 150؟ بالعلم وبالعمل. حتى البقرة المصرية مظلومة، مش البني آدم المصري بس. إن شاء الله بس ننهض وننهض بكل مراحل الحياة بعد كده. نرجع لموضوع الحجاب. فنرجع بس، انا عايز اسجل بس نقطه الاختلاف الاولى مع استاذنا الدكتور استاذي، وهي يسمح لي بده، انه لا انا لازلت مصر على ان الشكل واللبس والزي كل ما يتعلق بالاشكال هو ليس من صلب واساسيات الدين، ولا غير مقصود بالتشريع الاسلامي بكل مراحله، الاسلامي في نسخته الاساسيه الاسلاميه او نسخته المسيحيه او نسخته اليهوديه. لكن حتى مع تفكير بالايات التي اشار اليها. ايوه، هنيجي ليه بقى؟ ليه بقى الكلام ده؟ مره تانية، هو في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، بما اننا بنحاول نجمع كل النصوص اللي وارده في الموضوع، الرسول بيقول تعس عبد الخميصه وتعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. عبد الدرهم والدينار اللي عايش طول حياته عشان الفلوس، ده انسان تعيس، ربما تعيس في الدنيا، ربما تعيس في الاخره. تعيس عبد الخميصه او القطيفه، سوري، يعني القطيفه اللي هو اللبس، البني ادم اللي عايش عشان شياكته وعشان مظهره وعشان واجهته الاجتماعيه، وقاعد طول النهار ينظر في عاطفيه، عمال يبص في هدومه كده. تمام. فهدف الاسلام تحرير الانسان من كل الماديات، يعني ان يتحرر الانسان من كل ما هو مادي، من كل ما هو ظاهري، من كل ما هو شكلاني، وينتقل الى كل ما هو جوهراني، كل ما هو جوهري، كل ما يتعلق به تزكية الإنسان والارتقاء به. فمرة تانية، الإفراط في الحديث عن الشكل، الإفراط في الحديث عن الملابس والهدوم، أنا أعتقد ده ضد الإسلام أصلا، ودي عبودية أنا للظاهر والشكل. أنا مقدر ده التي أراد الإسلام أن يحررنا منها. أنا مقدر ده، ولكن تمام. في صلب عقيدتنا وصلب ديننا، أنه ليس لنا أمام أمر إلهي مباشر وواضح وصريح إلا نقول سمعنا وأطعنا. صحيح، أنا بس بحاول أتدرج. أنا على فكرة كاتب يضربنا بخمورين على جوبين، كاتبها أتكلم فيها ويدنين علينا من جلاله. يعني طالما دي نصين أساسيين، شحات قال أنه آيات قرآنية كثيرة صحيح أكدت هذا المعنى وحسمته، صحيح
ليس هي معنى سوى هي تحدثت عن المعنى لم تحسمه. حضرتك شايف انها لم تحسم هي تحدثت حول الموضوع. طب ازاي بقى وجهه نظر حضرتك؟ فمره تانية برضو لا هرجع تاني واقول ان القران الكريم بزود بقى النصوص اللي بتؤكد رايي، وهو ان ربنا كان بيكلم المسلمين او بيكلم الناس ان يعلم الله ما في قلوب ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. نعم. يعني الـ 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 الرهان والتحدي الاساسي ان ربنا يعرف ان قلبك فيه خير. القلب اول ما يعرف ان قلبك فيه خير ما تقلقش. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، هيجي لك احسن من اللي راح منك في الدنيا، ويغفر لكم في الاخره. يعني هتنولها دنيا واخره جاست، بس فقط بس تبقى عارف ان قلبك فيه خير، بعد كده ما تقلقش على اي حاجه تاني. ها، والا من اتى الله بقلب سليم. ربنا اختصر كل التشريعات وكل الاحداث وكل الصراعات الخير الا من اتى الله بقلب سليم. الخير ده لو طلب من حضرتك تقول لنا معناه ايه؟ يعني نعم؟ الخير الخير اللي في القلب ده يساوي ايه او ايه مفرداته؟ انه كي يعلم الله ان في قلوبنا خير. والله خير يعني بمعنى ايه؟ عظمه الاسلام انه ما رضاش يحدده، عشان كل انسان يلتقط خير ما في حياته وفي طريقه حياته الخاصه، يلتقط شيء ما يظنه خير. يعني أقول مثلا اقول لك خير ايه. حديث سريع كده في البخاري، راجل كان بياع تاجر. نعم. كويس. فيوم القيامه ربنا قال لهم هاتوا الراجل ده دخلوه الجنه، حديث في البخاري. فالملائكه تتساءل لما، فرجعوا لسيرته في الدنيا فلم يجدوا في صحيفته اي شيء طيب الا ان هذا الرجل البياع التاجر كان يقول لصبيانه اللي عاملين عنه انظروا في المعسرين، الناس المعسره اللي عليها فلوس ومعسره، فتجوزوا عنه او فتجاوزوا عنه. بس قبل ما فقط بحاجه قبل بسيطه نفتح مجال الاتصالات للساده المشاهدين، هناك ما يمكن يعني ممكن اسميه اوهام العصاة. تمام. اذا اتفقنا على هذه التسميه. صحيح. اوهام العصاة ممكن يقول لك ما انا في قلبي خير. صحيح. سيدي انا في قلبي ده انا بحب الناس كلها وبحب الخير لكل الناس. تمام. ويعيث في الارض فسادا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انت برضو بتراهن على القلب في النهاية. لكن لو جينا مثلا نخش في الموضوع، في حديث في البخاري مثلا في الأدب المفرد أن الرجال والنساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتوضؤون جميعا، وفي رواية عند أحمد من مكان واحد وفي زمان واحد. يعني الرجالة والستات كانوا بيقفوا في نفس بيتوضوا سوا. يبقى الست كانت بتشمر وتغسل إيديها وتغسل رأسها وتغسل رجليها. هتقول لي إيه ده؟ يعني في اختلاط؟ ايه ده؟ مش ممكن يحصل فساد؟ مش ممكن الناس يبصوا على بعض؟ مش ممكن يجرحوا خصوصية بعض؟ هقول لك ببساطة شديدة، التشريع الإسلامي نزل للرجل الشريف والرجل اللي عنده شيء من الكرامة والرجل اللي عنده شيء من المروءة. من المروءة بمكان إنه أنا داخل أصلي أو أتوضأ قدام ربنا، ها، داخل استمتع كده بخلوتي مع الله، ان انا مش داخل ابص على رجل واحده ولا على دراع واحده. انت بتراهن على الضمير الانساني. انا براهن على الرجل الشريف. الضمير نسبي مثلا. وعلى طيب. وعلى الرجل المتزن وعلى الرجل السوي. يقينا دكتور. التشريع الاسلامي نزل للرجل السوي وليس للرجل المختل نفسيا وسلوكيا. يقينا دكتور محمد هيرد، بس اسمحوا لي ببعض الاتصالات. استاذ محمد ولا مين معاه؟ الاستاذ محمد زهق وقفل. استاذ سمر من القاهره، انا بيك يا استاذ سمر. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. انا بتكلم على الحجاب ومواصفاته الشرعيه، طبعا فرض. لكن معظم الفتيات او معظم السيدات بيتخذوا الحجاب كاحتشام مش اكتر. كايه؟ فبنلاقي احتشام كشكل من اشكال الاحتشام. بالظبط. فبنلاقي شكل الحجاب من فوق شكل، وللاسف الملابس او او اللي لابساه طبعا لا يتغاضى اساسا او ينفع خالص مع الحجاب. طب ايه هو طب ايه هو الحجاب من خلال فهم حضرتك ليه، او شكل الحجاب الامثل؟ هو الحجاب الامثل طبعا اللي هو لا يشف ولا يرف. نعم. لا يشف ولا يصف. بالظبط كده. لكن اللي احنا بنتخذ طبعا دلوقتي احتشام مش اكتر. يعني شكل من اشكال الموضه. لكن انا اتمنى للبنات او السيدات يبداوا اللي هم ياخدوا شكل الحجاب صح، على الاقل مفيش مشكله احتشام، بس الملابس تبقى واسعه. ما تبقاش الحاجه ضيقه وابقى لابسه حاجه مختلفه عن حاجه خالص، فوق شيء وتحت شيء. طب ايه راي حضرتك في اللي قاله استاذ محمد، انه الاهم الحاجه الموجوده في القلب، مش مهم، مش مشكله مساله الشكل اللبس ده؟ لا طب ما هو ازاي حضرتك في القلب، وازاي انا ابقى ماشيه لابسه حاجه ضيقه جدا ولابسه حجاب من فوق وده في قلبي؟ يعني في قلبها زي. حب او خير للناس كلها، ما بتكرهش حد، بتتمنى الخير. لا ما هو انا لو لابسه اللبس مناسب، يعني انا طبعا الحجاب حريه، انت قادره تلبسي الحجاب
يبقى تلتزمي بلبسه. حريه ولا فريضه؟ انت حضرتك قلت في الاول انه فرض. لا حضرتك بقول، انا دلوقتي بقول فريضه مفيش مشكله، لكن حريه ليها هي يعني. تلبس حاجه تبقى صح. يعني تلبس الحجاب شكله مظبوط. يا اما بقى ما تلبسهوش، لكن ابقى لابسه الحجاب ولابسه ضيق جدا فده مش صح. انت حضرتك شايفه انه ده ممكن يكون اهانه للحجاب نفسه؟ اه طبعا، واهانه لينا احنا كبنات تانية. يعني اهانه لينا كبنات. اي حد بيشوف حد سوري بالشكل دوت هتقول لك كل البنات كده، كل البنات بتلبس كده. طب واهانه لحضرتك ليه طالما انت ملتزمه بشكل الحجاب اللي هو شفاه امثل؟ لا لا طبعا يعني الموضوع بيعم على الكل، يعني هيقول لك المحجبه لا دي بتبقى لابسه ضيق، دي بتبقى لابسه اللبس مش شكله حلو، ازاي دي لابسه حجاب؟ ده ما ينفعش تلبس حجاب. تمام. طب ما انا محجبه. فالكلام هيبقى يعتبر ليا. طب معلش هو سؤال اخير يعني نستغل وجود حضرتك معانا، ايه الشكل الامثل اللي احنا نقنع الناس بالكلام ده؟ انت شايفه الناس ممكن انا مش شايفه موضوع نقنع الناس قد ما هي متهيألي في البيت. وسلوك اساسا الفرد. يعني انا ممكن اشوف ناس لابسه عادي جدا، ممكن تكون بشعرها بس لابسه واسع ولابسه لبس محتشم. طب ما ده اللي قاله الاستاذ محمد. تمام اوكي، بس انا بتكلم دلوقتي لما تكون واحده محجبه ولابسه حاجه ضيق. تمام. فطبعا دي اساسا حاجه منفره، وبعدين بتخلي البني ادم يبص. عظيم. فانا متهيألي اللي لازم اللي يبقى الموضوع من البيت الاول. تاني حاجة يبقى في حاجات توعية خاصة للبنات. عظيم. يعني أتمنى يبقى في توعية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سمر من القاهرة. تليفون كمان أو يعني بسيط هنرجع لحضرتك. أستاذ علي من القاهرة، أهلا بك أستاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. أنا لو سمحت بعد إذنك عاوز أتكلم حضرتك. السؤال اللي هو الحجاب حلال ولا حرام، السؤال ده في ذاته مشكلة. نعم. لانه يعني بيسبب عند ناس غلط في المفاهيم. نعم. لانه يعني في ناس بتعتقد انه هو سؤال انك انت تقول عليه حرام. هو سؤال استنكاري يا استاذ علي اكتر منه ان انا بسال على حاجه. الموضوع هو طاش. سؤال استنكاري بفتح الموضوع، خصوصا يعني لما تسمع انه في دعوات لتظاهرات لخلع الحجاب. صحيح. انه حرام. نعم. يعني بعض الناس شايفه انه حرام وابتدوا. نعم. لتظاهره. هو سؤال استنكاري اكتر منه يعني اثاره الموضوع ده في النفس. مش البحث عن حلال ام حرام. يعني انا حضرتك عاوز تعرف انه حتى الناس اللي يعني الواحده مش محجبه هي في ذاتها عارفه انه ده غلط، وهي يعني الكلام ده ممكن تلاقيه عند الصفوه، عند النخبه، عند الاعلاميين، عند بعض الناس زي كده. بس اما الناس اللي هي على الفطره على الدين الاسلامي صح، هي عارفه ان هو ده اساس الدين. تمام. ده من الدين. الاستاذ محمد كان حاجه بيقسم الدين لأجزاء، بيقسم انه ده من صميم الدين، ده من الإيمان، ده من خارج الإيمان. التقسيم ده من فين؟ ثالث حاجة، هو الأستاذ محمد دارس أصول فقه، دارس حديث، دارس أصول تفسير، دارس لغة عربية، دارس العلوم الآلات اللي هو تأهله ان هو يتكلم في الدين. هو دارس في شريعة إسلامية يا فندم، في مرحلة الدكتوراه شريعة إسلامية. ماشي. هل كلام حضرته يتوافق مع العقل، يتوافق مع الكتاب والسنة؟ هو بيحضر دكتوراه في الشريعة الإسلامية، فهو مطلع يعني في الموضوع. بعد إذن حضرتك، هل لي سلف في الكلام اللي بيقوله؟ يعني من 1400 سنة هل لي سلف في الكلام اللي هو بيقوله؟ ما هو بيأيد وجهة نظره. رد على النقاط اللي أنا ذكرتها. طيب أنا هسيبه هو يرد. يعني أنا حضرتك طيب. برضو شيخنا اتكلم عن الآيات، هل هو بيرد على؟ لا، هو بيرد تفسير نفساني، هو بيرد ده اجتهاد لنفسه. ممكن لو هو في حضرته وفي بيته ما فيش مشكلة، بس إن هو يظهره على الناس في العالم ده بيسبب مشكلة للناس، بيسبب يعني في الناس دلوقتي يعني في نهضة عند الناس في. نعم. في التعليم، في الصناعة. أما أنت ترجعنا تاني، هو الحجاب فرض، هو الحجاب سنة، إحنا بنتكلم عن الحجاب ولا النقاب؟ يعني إحنا بعد كده هنتكلم الصلاة من الدين ولا مش من الدين؟ طب أنا وأنا أستاذ محمد ليه كل تقدير وكل احترام يعني. طبعا هو بيشكرك برضه على كل آرائك دي وتواصلك يعني. ربنا يبارك في حضرتك وشكرا. طيب. ليكم وشكرا يعني ان هو يرد على الاسئله ويرد على صميم الاهل يعني. شكرا جزيلا لحضرتك ولتواصلك، وان شاء الله يعني ممكن نفتح المجال لاحقا لبعض الاتصالات الاخرى. صحيح. بس يعني ايه نمزج ما بين اتصالات واراء حضراتكم. طب ماشي. الاستاذ مصطفى معلش يا دكتور، استاذ محمد، استاذ مصطفى من القاهره. استاذ مصطفى الو.
اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ مصطفى، اتفضل. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. والله احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع الحجاب، صح؟ تمام يا فندم. لكن هو دلوقتي النقطه دي يعني صارت جدل كتير قوي، جدل واسع. انا قلت والله يعني ان الموضوع قديم جديد متجدد، ويعني احنا عندنا من القضايا ما هو اهم من هذه المساله، لكن اتفضل. هو يعني هو احنا مش معانا يعني بسم الله ما شاء الله مشايخ من الازهر، مشيخة ازهر تفاحل، ليه ما نلجاش دايما لدار الافتاء؟ ليه ما نلجاش؟ ليه دايما بنروح بنسمع الكلام، كلام مشايخ كتير ما اعرفش، حتى كل واحد بيفتي، كل واحد بيطلع فتوى من عنده، كل واحد بيطلع فتوى من عنده في الموضوع ده. المفروض يبقى في دور للازهر. ما هو اعتقد انه في يعني دار الافتاء قالت رايها بشكل حاسم في المساله. دكتور محمد طبعا دار الافتاء حسم، والازهر حسم هذه المساله، لكن انا بقول لحضرتك انه قدرنا يعني بين الحين والاخر تثار هذه المساله. ما هو دايما هنا في الحته دي يعني سبحان الله، احنا ما نعرفش يعني ما اعرفش كل واحد بيفتي، وما اعرفش هو اهل مش اهل الفتاه يعني، هو كل واحد بيفتي مش اهل ان هو يتكلم في موضوع زي كده. احنا دايما بنرجع دايما بنقول ان في مشايخ ازهر دايما محترمين، ومشايخ الازهر دول لازم يتقدموا فيه، وفي دار افتاء، في دار افتاء دايما، دار الافتاء ده موسوعه زي المشايخ كتير قوي. ما هو في ظل انه المساله حسمت وفي دار الافتاء كما تشير، يعني في الفتره الاخيره انطلقت بعض الدعوات للتظاهر ومطالبه الدوله بفرض خلع الحجاب، يعني بعض الاراء ذهبت في تطرفها ورايها لفرض ان الدوله تفرض خلع الحجاب بشكل اجباري. عموما احنا هو اولا احنا خلينا نتكلم. انا من وجهه نظري هو كل حد ليه حريه شخصيه، اللي هو ممكن يلبس او يقلع، دي حاجه قضيه شخصيه ترجع له على حسب، مش هنقول على حسب، كل واحد ليه حريه. يعني زي ما قال مثلا في هنا معلش يعني دار كباريه، في هنا مسجد، انت مخير تروح للي عاوز تروح فيه. يعني انت شايف مساله الحجاب مساله حريه شخصيه؟ هي نعم. انا دلوقتي مين اللي هيتحاسب؟ ما هو كل واحد فينا مسؤول عن نفسه، احنا بنتكلم على راي الدين. هو الاسلام راي الدين، يبقى انا ارجع لدار الافتاء. الاسلام بيقول لك الصح اهو والخطا اهو، وفي النهايه بس انت ما ينفعش تلزم، ما ينفعش انا منشاه مؤسسه بتقول والله المفروض عليك انك تخلع او تلبس الحجاب. ما ينفعش. انا دي عملي هتحاسب عليه في الاخر. ما هو عملي في الدنيا هتحاسب عليه في الاخر. المسلم طبعا امين على دينه في كل الحالات، وهو طبعا مسؤول عن عمله، وكل واحد فينا هيجازى بعمله، لكن ربما الموضوع مطروح للنقاش لتوضيح الرؤى لكثير من الامور، ربما يعني تكون الامور عصيه على البعض. عموما اي تعقيب اخير؟ احنا دايما بنرجع، معلش يا استاذ، احنا دايما بنرجع لاهل الثقه. عظيم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى، ولعل برضو مداخلتك اثارت بعض الكلام. ضروري قوي اخر مداخله. اكيد. الاستاذ سهير من القاهره، اتفضلي يا استاذ سهير. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. نحب نسمع حضرتك. عايز بتسالني عن رايي في الحجاب. يا ريت والله. والله انا شايفه ان هو حريه شخصيه، يعني انا لو شايفه ان انا عايزه البس الحجاب البسه، لو مش عايزه البسه، لان ده في النهايه الثواب والعقاب حاجه بيني وبين ربنا، لكن مش من حق اي حد ان هو يتدخل فيها. ما فيش حد هيتدخل فيها، لكن ماذا لو كان حلال او حرام انك ما تلبسيش الحجاب؟ يعني حلال او حرام، ما ينفعش ان في حد يبقى واصي عليك ان هو حلال، يقول لك ده حلال ويقول لك ده حرام. انت بتعمل اللي انت مرتاح له وان انت بتعتقد فيه. في ناس اختلفت في ارائها في الحجاب، في اللي قال ان هو فريضه، وفي اللي قال لا ده كان فريضه ايام الرسول بس عليه الصلاه والسلام. في دراسات اتعملت في كده بتمثل ان هو فريضه، وفي دراسات بتاكد ان هو فريضه، وفي دراسات بتاكد ان النقاب ذات نفسه فريضه. فكل انسان بما يرتاح له، استفت قلبك. اذا كان حتى يعني احنا لو بنقول ان هو حرام، فحرمانيته بتبقى علي انا كشخص مش على اللي حواليا، فمن حقي البسه او مش من حقي البسه. يعني انا شايفه ان هو موضوع ما يستاهلش ان احنا نثير الجدل حواليه. معاك، ورايك احترم طبعا واشكرك، وبناكد مره تانية احنا يعني احنا بنقول انه في قضاء اكيد اهم من ده، وان شاء الله
يعني ننتبه إليها في قادم الأيام. أنا أستاذن حضراتكم نتوقف عن بعض الاتصالات وإن شاء الله ممكن نفتح المجال لاحقا لأي اتصالات أخرى، ولكن عشان بس ضيوفنا الكرام يعقبوا إذا كان في بعض الآراء. أنا كنت عايز بس أقف عند كلمة مهمة قالها. اتفضل يا أستاذ. كان الدكتور كان يسامحني معلش الدكتور. طب اتفضل. كان في كلمة قالها أحد المداخلين بيقول إن إحنا لازم نسأل المتخصصين في هذا الشأن، لما قال الأستاذ دويك دارس إيه ومش دارس إيه. المتخصصين في هذا الشأن اللي هم أساتذة الشريعة الإسلامية لهم دور، بس وجهة نظري دورهم لا يزيد عن 50% في القضايا الاجتماعية زيها في القضايا الاقتصادية زيها في القضايا السياسية. المختص هنا الذي يعرف بالواقع. الفقهاء قديما قالوا أن المفتي يجب أن يتوفر له علمان، علم بالواقع وعلم بالدين، وعلم الواقع أهم. فأنا كصحفي أو كباحث أو كحد دارس للمجتمع المصري جيدا قد أكون أكثر تأهيلا للحديث في بعض الجوانب الاجتماعية من رجل الدين المدرسي أو المذهبي أو صاحب الكرسي العلمي في مكان ما. اسمح لي أن أنا أخذ يعني الطرف الغائب. تمام. ما هو حضرتك تنظر إليه وكأنه قابع في صومعته منفصل عن العالم. وجهة نظري أنه قابع في صومعته، وده اتهام حضرتك. ده حقيقي يعني وجهة نظرك بشكل صحيح. بس بتتهم على نفسي يعني. أيوة. لا مش قصدك. رجل الدين رجل الدين في مصر تحديدا في العالم الإسلامي عموما غير في العالم غير مشتبك مع قضايا مجتمعه بنسبة عشان ما نبقاش برضو التعميم شر، بنسبة تفوق 70% من المتخصصين في الشريعة الإسلامية هم تقريبا بيتحدثوا عن ناس آخرين في مجتمع آخر في زمان آخر. ممكن يكون بيتكلموا عن ناس في كوكب بلوتو اللي هو لسه مكتشفينه جديد ده، منهم يعني متابعين للاكتشافات الحديثة. بس احنا كده يعني تجاوزنا خالص ودخلنا في موضوع تاني. هرجع بس لقلب الموضوع. لقلب الموضوع. يبقى أولا العلم بالواقع، الفقهاء هم من قالوا أن العلم بالواقع أهم من العلم بالدين في المسائل الاجتماعية التي تخص حياة الناس. فإحنا النهاردة بنناقش قضية اجتماعية، فأنت كمشاهد قد تكون عندك علم بالواقع أهم من رجل الدين المدرسي والمذهبي. أوكي؟ دي بس نقطة مهمة قوي. إن إحنا الدين مش كهانة. نعم. الدين متحرك ومتطور. أول حاجة أنا أحب أسجل رأيي أولا في نقطتين. النقطة الأولى أن الإسلام دعا عموما إلى عموم الحشمة، إلى عموم الاحتشام. ولو رجعنا للدراسات النفسية والبدنية، الرجل كائن بصري، المرأة كائن سمعي. يعني الست تكون وجهة نظرها من ودنها. لما تسمع الراجل تقيمه، تقول ده راجل كويس أو راجل مش كويس، وتعرف الراجل كده من كلامه إذا كان قاصد خير ولا راجل متحرش. الراجل كائن بصري شوية، يحب يقيم الأشياء بالشكل. تمام. فالراجل غريزته بتتحرك، شهواته بتتحرك، المتحرشين بيتحركوا. أنا لا أبرر، ولكني بتكلم عن طبيعة الرجل أنه بيتحرك بشكل بصري. فلذلك نقول للست بصفة عامة، حاولي تكون عموم مظهرك العام يدعو إلى الاحتشام. حتى الآية القرآنية ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ربنا قايل أن في احتمال تقابلي راجل مش تمام، راجل مش كويس، راجل قلبه مريض. فلما وبالمناسبة الآية إن اتقيتن، يعني كنت بتتكلمي كلام محترم فلا تخضعنا بالقول. يعني حتى وانت بتتكلمي كلام فيه تقوى وايمان وخير، حاولي يبقى اسلوبك فيه حشمه وفيه وقار. انا عارف ان حضرتك ده وانت ملاحظات كثيره، بس عشان دكتور محمد يسرقنا الحديث لانه النقطه الثانيه سريعا اللي هقولها بعد النقطه الثانيه. سريعا في جمله واحده، عموم الاحتشام. بس دكتور محمد اتكلمش. هي نقطه بس سريعا، عموم الاحتشام واجبه على المسلمات عموما للاستقرار الاجتماعي. والنقطه الثانيه انطلاقا من خذ العفو وامر بالعرف احترام اعراف الناس، فالحجاب في مصر فريضة اجتماعية نظرا لأن الناس يحترمونها، فهنفرضها من جانب احترام الناس ليها وليس فريضة دينية. هو بيلوح في فاصل، لكن طبعا حضرتك ما اتكلمتش من قبل الفاصل الأولاني، فأنا هاخد المخاطرة دي على مسؤوليتي وأدي المساحة لحضرتك. هو طبعا كامل احترامنا لكل علمائنا في الدين الإسلامي وكل أساتذة الكبار في الأزهر الشريف أو في الأوقاف أو في جميع مؤسسات المعنية بالدعوة الإسلامية. وطبعا رأي الأستاذ محمد هو طبعا قال على مسؤوليتي، لكن كامل احترامنا وتقديرنا ليهم طبعا. فضل فضل. شكرا طبعا هو بس خلينا نتكلم، احنا ما نتكلم في قضية بلاش نتكلم فيها بصيغة التبسيط جدا والتسطيح واجيب من بعيد ومن يعني معلش ده ملاحظة منهجية، يعني ملاحظة منهجية. احنا بنتكلم في قضية معينة، خلينا نتكلم في القضية المعينة، وخلينا يعني سواء مؤيدات او معارضات لهذه القضية. فانا انا انا ارى بس ان هذا التوجه مساله ان انا اجيب في كل حاجه متعلقه، لا ده لان في ضوابط لغويه وفي ضوابط شرعيه وفي مساله من البدايه بقى. انا يعني هتكلم بقول انه نحن نعيش في عصر التخصص الان.
بمعنى انه لا يجوز اطلاقا. في قضايا اقتصاديه وفي وانا برضو مش عايز اخرج عن الموضوع، لكن في النهايه انا بنقول بتصور القضايا الاقتصاديه اللي هي المصيريه للمجتمع بانه الاثنين يجلسوا مع بعض ويناقشوا القضيه، لكن مش معناها ان انا اقول لا والله يبقى كمنها قضايا اقتصاديه يبقى ما تكلمنيش عن الفوائد وعن البنوك مثلا. يعني نفس القضيه بالزي برضو هرجع لا بقول لا انت بتصور لي القضيه طبيب والله ايه رايك بقى في التخصيب الصناعي، يقوم يقول التخصيب بيحتوي كذا وكذا، من مفتي بناء على الكلام ده يقول ده حلال او حرام. فانا ما اقدرش اقول كده انه مساله لا هو اصل القضيه دي قضيه اقتصاديه يبقى ملكوش دعوه يا وعلى فكره مش رجال دين، علماء دين. علماء فبس دي نقطه لان تتعلق بمنا نحن نعيش في عصر التخصص، والعصر اللي احنا فيه ده يقوم على التخصص، فنحترم التخصص. دي مساله مهمه جدا. ومش برضو مره تانية لو جينا يعني انا لو جيت دلوقتي انا ممكن اتكلم كلام على حكم معين، لكن لما يجي دار الافتاء تصدر فيها حكم سمعا وطاعه، لان في النهايه هذه الدار بكل كيانها عندها من الاليات والامكانيات والرصيد الديني ما يمكن ان تكون الفكره او الصوره اوضح من كلامي. هي دايما الجزئيه المرتبطه بالمساله ده دكتور محمد وهي قتلت بحثا، ولكن برضو هطرح على دين حضرتك ان الدين الاسلامي دين ما فيهوش كهنوت، يعني ما فيش مثلا شخص هو منوط بيه اسمه رجل دين، مفيش الكلمه دي حاجه زي لا ما هو فعلا ما لا يوجد كهنوت. اصل كهنوت هقول لحضرتك بالنسبه للقضيه بالذات قضيه الزي، انا حتى بالنسبه للاستاذه الاخيره اللي هي اتكلمت في الدخله الشخصيه يعني كلمت وقالت حرية شخصية، ما هي فعلا هل يوجد قانون يلزم بالحجاب؟ ما فيش لا بس طالبان يعني لا يوجد قانون يلزم بالحجاب، وإنما هي قضية دلوقتي أن أحترم الرأي العام حتى لو جينا بالمعايير العادية النهاردة. يعني حضرتك دلوقتي إن أنا أقول دلوقتي الرأي العام بيقول لي مش بيقول لي احتشام بس، لا بيقول لي لا احترم دينك احترم. طب يا ستي يا مسلمة محمد بيتداخل معاك بيقول لك انه في بعض الدول الإسلامية سنت قوانين تلزم الحجاب في ايران. لا مانع ليه بقى؟ لان مثلا دلوقتي ما فيش قانون يلزم بالصلاة، لكن نفترض ان المجتمع او الاهل قرية معينة امتنعوا عن اقامة الصلاة، حصد القانون انما يأتي لمعالجة وضع خاطئ. لكن انا عندي الحمد لله الراي العام للفتيات المسلمات وللنساء المسلمات انه بيلبس الحجاب، يبقى انا مش محتاج القانون. وبحتاج بقى في النهايه انا بقول اهو يعني من المهم جدا خلي سلطان الضمير هو ده هدف الاسلام. طب انا هرجع تاني للنقطه ده قبل محمد ما انا قلت الكلام ده، الضمير شيء نسبي نسبي. حضرتك ممكن هو احنا حضرتك تكون يقف ده صحيح ده كلام ضمير بقى، بس في ملحوظه برضه في ملحوظه ان هذه الحلقه مش ابدا الموضوع قديم جديد زي ما حضرتك قلت، لكن احنا بنتكلم بالتوعيه، لان دلوقتي اما ست الـ يعني من تعمل في حقل الفن او احد من الناس بيطلعوا علينا بقضايا، هذه القضايا ينبغي ان نرد فيها، لان مش كل الناس على درايه. انا عندي في نعاني من اميه دينيه لدى البعض، فما تيجي دلوقتي يقوم يقول لك اما قال الاستاذ اللي قال لا والله انا عايز في مكان عام من التحرير ميدان التحرير نطلع ونعمل مظاهره من السيدات او من النساء المسلمات شوف تحدى الراي العام، تحدى الراي العام كمان قبل ان يتحدى الدين يعني. وان احنا بنقول والله احنا هنخلع الحجاب في ميدان عام، يعني هل هذه ثوره؟ يعني ما المقصود؟ ايه الباعث؟ طب انا هاخد حضراتكم بعد الفاصل لمساله ابعد دي بتشوش دي. يا استاذ احمد ده اللي انا عايز اوصل لحضرتك معاه ده التشويش بعد الفاصل ان شاء الله. الاخيره قبل الفاصل ولا لا انا كده مش هقدر هرجع على مسؤوليتي الخمس دقايق اللي فاتوا دول كان بالنسبه للدكتور محمد بتقاوم بس وهتحمل بتقاوم اللي هيحصل يعني. فاصل مشاهدينا الكرام وبعد واتواصل الحديث معكم. اهلا بكم مجددا، الحديث يتواصل معكم حول الحجاب. واضح انه يعني هناك اراء كثيره جدا مرتبطه بيه. انا عايز اطلع من الدايره بتاعه الحلال او الواجب او سنه،
لانه البعض تحفظ على السؤال ده انه حلال ام حرام. دكتور محمد رغم انه كان سؤال لاثاره الفكره مش تقريري زي ما قلت انا هو استنكار يعني هو المشاهد الكريم يعرف في حاجه اسمها تقريري وفي استنكار في الفكره يعني. طب الملمح اللي حضرتك اثرته في نهايه كلامك على فكره انه ده بيثير مشاكل او كانه امر يراد بنا يخطط لينا نحن نوصل المرحله دي. انا بصل لدرجه انه بيتحدى الراي العام. شوف حضرتك يعني الدعوه اللي تقدم بيها واتكلم عليها لماذا وجدت في اجهضت ليه؟ لانه الراي العام لم يجد استجابه للكلام ده. لان انت عايز تعمل حاجه من اجل ترقيه المجتمع او من اجل نهضه المجتمع. طب انا ما عنديش قانون بيقول بيفرض على جاء على بنت كده بنت مسلمه وعارف انها مسلمه وبعدين قال لها انت ما مش انا هفرض عليك البس الحجاب دلوقتي وما تجيش. ما حصلش هذا الكلام. فانا عندي القضيه بسيرها ليه؟ انت يوم ما تقول لي انا عايز اعمل الكلام ده. ولذلك كمان بالمناسبه بقى استاذ احمد بمناسبه اليومين دول لانه برضو البرامج زي برنامج مع الناس وغيره دلوقتي على القنوات الاخرى بتصير قضيه ان البعض كمان ممن يترشحنا يثير هذه القضية يقول لك انا عايز حرية مطلقة. حرية مطلقة لان الكلام ده بيشوش على الناس العاديين. يقول لك حرية مطلقة يعني كأنه بيقول انا عايز حرية زي ما حريتي في ان انا اخد المرشح ده او لا حريتي برضو يا بنت جنسي من بعض المرشحات يعني انه ممكن يعني تلبسي زي ما انت عايزة تلبسي بكيني زي الاستاذ محمد وحضرتك بتكلمه في الفاصل. لا يعني انا ولا يصح ان انا اقول مش فريضة ده فريضة دينية واجتماعية. طيب لان يعني الامر فيها اساسا طب من الله سبحانه وتعالى. نضبط المسألة دي في مضبط الجلسة. تمام. دينية اجتماعية فريضة شرعية اجتماعية فريضة ولا مش فريضة عشان تمام. انا بس عايز اقول انه في عندما تفشل الشعوب فكرة الرأي العام نو سؤال اي او لا دلوقتي سؤال استاذ احمد اي او لا عندما تفشل الشعوب في تحقيق اي انجاز حضاري حقيقي وعندما تتخلف عن ركب اللحظة اللي هم عايشين فيها فهي تتمسك بكل ما هو شكلاني وكل ما هو جانبي سوري يعني كل ما هو بسيط وتافه يثبت لها ان هي لسه لا عندها قيمة كويس. فالإفراط في الحديث عن الحجاب سواء وجوبا او تحريما سواء ان الستات تلبسه تحريما دي تاني ما في ناس بيقولوا عايزين يقلعوه وفي ناس بيقولوا لا لازم نلبسه. انا شايف ان الحوار ده هو حوار شعوب وقعت فيه هوية وقعت في الفخ هي شعوب لم تجد اي منجز حضاري او انساني او قيمة حقيقية في نفسها مبقتش لاقي حاجة تتكلم فيها فبتتكلم في اي حاجة تقنع نفسها انها لسه عايشة. فهي ده هذا الحوار سواء اللي بيقول اخلع الحجاب او اللي بيقول البس الحجاب وبنصدره كصورة اساسية وكعنوان اساسي وكبير. انا شايف انه ده من عصور الانحدار يعني ده احد ملامح عصور الانحدار. لكن ما يحمي المرأة هو وعيها وعقلها وحسن تعليمها. في بنت ممكن تبقى لابسة كويس قوي ويتم التغرير بيها والضحك عليها وان هي تقوم بافعال مشينة. الذي يحمي المرأة علم بنتك كويس ووعيها كويس واهتم بعقلها واهتم بتربيتها وصدقني ارميها في النار وهترجع لك احسن ما انت سايبها. لكن وعشان كده شيء كمان الذي يحمي المرأة هو العقل والوعي والتربية حسن التربية والذكاء والنضج والوعي. وايضا الذي يحمي المرأة هو المجتمع الناضج وهو المجتمع الشريف وهو المجتمع اللي فيه شهامة مش المجتمع اللي فيه تحرش. والذي يحمي المرأة ايضا هي الدولة التي فيها مؤسسات ردع لمنع جريمة في المجتمع اسمها التحرش، جريمة في المرأة في المجتمع اسمها الاعتداء على المرأة، جريمة في الشارع اسمها غياب الأمن العام. فغياب الأمن العام وغياب الشهامة وغياب العقل من المرأة هو ده المحك الأساسي عندنا. طب أنا مش هلاحق في السؤال. أما الأزياء ففي جملة عريضة عموم الحشمة واجبة على النساء. أنا بتفرج على فيلم أجنبي بالمناسبة من كام يوم فترى فريضة أب بيكلم بنته في الثانوية العامة في الهاي سكول فلابسة ملابس فاضحة وخارجة بتاع. فأبوها بيقولها أب أمريكي بيقول لبنته الأمريكية بيقولها بنتي أنت لبسك كده هتقولي للشباب زملاتك أن أنت بنت مش محترمة وأن أنت نازلة كده علشان نازلة تصاحبي أو نازلة تعملي علاقة أو نازلة بأي هدف إلا الدراسة. هي كانت رايحة تدرس حفلة في المدرسة فقال لها اللبس ده مش لبس دراسة، اللبس ده مش لبس بنت رايحة تتعلم ورايحة تعمل حاجة كويسة. فاللبس بيعبر أحيانا عن المكان اللي أنت رايحه وعن الهدف اللي أنت هتعمله. أنا لابس بدلة ليه؟ عشان طالع مع حضرتك. في مكان تاني ممكن ألبس بنطلون، في مكان تاني ممكن ألبس تريننج سوت، مكان تاني ممكن ألبس بنتكور. يعني اللبس بيعبر عن
المكان وعن الحالة فانت كبنت يبقى الافضل ان عموم شكلك يبقى لائق على فكره في بنت لما بتحط روج لونه فاقع البنات نفسها بتنتقد بعضيها تقول لها ده روج سهره ده روج واحده رايحه تحضر فرح مش روج واحده نازله رايحه تحضر رايحه موظفه في بنك او مدرسه في مدرسه في سياق اكيد حضرتك أيوة طبعا ان الحشمه واحترام الوجدان العام في المجتمع فالحجاب فريضه الحجاب فريضه اجتماعيه تاني من باب الحجاب فريضة اجتماعية من باب الآية القرآنية خذ العفو وأمر بالعرف احترام أعراف الناس واجب ده فيما لم يرد بشأنه نص أما النصوص بقى هنتكلم عليها وجهة نظري أن النصوص لم تحسم القضية طيب. وجدت تركت عموما وجهة نظر حضرتك وجهة نظر دكتور محمد واضحة كالشمس كما يقال هي مطروحة أمام مشاهدينا الكرام أنا عايز بس أخطو خطوة للأمام أكثر من ذلك اثرت هذا الموضوع دكتور محمد بين الحين والاخر على هذا النحو رغم قناعتي بين قوسين يعني بتحفظ على فكره نظريه المؤامره وما شابه لكن اثرت على هذا النحو كل فتره تسمع راي كاتب او كاتبه يفجر القضيه من خلال تعليق او مقال او ما شابه تجد المساله تثار من جديد في الشارع الاسلامي وتوجد شكل من اشكال البلبله كما نتابع اثرت على هذا النحو يؤشر بشكل أو بآخر لوجود شكل من أشكال المؤامرة على مجتمعاتنا الإسلامية؟ لا يعني أنا مش هعتبرها تصل إلى هذا الحد لأن برضو هو أخطر حاجة إيه يا أستاذ أحمد والمشاهد الكريم يعلم ذلك يعني أخطر حاجة أنك تهزم من الداخل أو ننهزم من الداخل بمعنى إيه؟ أن في دعوات معينة بتشكك في هذا الكلام ليه تشكك في هذا الكلام؟ وما يطلع دلوقتي في القاهرة بلد الأزهر ويدعى ويحدد يوم معين إن بالفعل تعالى نعمل كذا تعالى نعمل ثورة ضد الحجاب طبعا دي مسألة خطيرة ومسألة لا يجوز في المجرى العادي الأمور لأنك زي ما قلت تتحدى الرأي العام أمر آخر برضو يعني حضرتك دلوقتي ما يكون في الغرب يعني يمكن نقطة المؤامرة دي أنا أتفق مع سيادتك فيها لحاجة تانية إنه برضو الأجانب بياخدوا هذا الكلام اللي بيحصل عندنا انتوا ما فيه بيتكلموا عن هذا الموضوع لكن هناك المشكله ايه انه بيقولك لا ده زي عنصري شوف بقى حضرتك زي عنصري يعني في دلوقتي بعض المسلمات اللي في بعض الدول الاوروبيه ودي مشاكل الاقليات المسلمه هناك يقولك لا ده زي يعبر عن زي ما حصل في فرنسا في سنين بالظبط وطلب منه ضروري اي انسانه او المدرسه مسلمه عليها ان تخلع الحجاب ما تجيش للاطفال حتى وعليها ان تخلع الحجاب ودي قضيه فدي فده ضروري حضرتك ليه بنصير هذا الكلام لانه رد على هذا الكلام رد يعني انت لا تصير قضيه مبتدئ انه الحجاب شيء اصيل في شريعتنا وعقيدتنا وليس امرا طارئا ولا امرا جانبيا ولا ثانويا لا 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 لكن بكلام حضرتك بتذهب الى فكره المؤامره ولا بتتحفظ عليها لا جزئيا انا لان بالفعل انت عايز برضو الى حد كبير جدا الغرب يريد ان يجرنا بالفعل الى انك انت باسم العولمه وحاجات كتيره جدا وباسم برضو الغزو الثقافي وفي غزو فكري انك انت تتحلى وتبقى زيه عظيم بتبقى زيه فده ففي هذا الاطار والا يعني دليل الكلام ده او دليل على الكلام ده ليه ما قالش على التقيه بالنسبه لليهودي ما الاخوه لا لا ده هو اليهود ما قالش ليه زي عنصري لا ما خدش الزخم القانون او ما خدش فرنسا هو يمنع كل ما يدل على دين القنصليه اليهوديه والصليب منع الصليب باقي دول الاتحاد الاوروبي ماشي والكلام ده في الجامعات فقط وليس في خارج دول الاتحاد الاوروبي يعني هي مش اوروبا مش فرنسا بس تمام الولايات المتحدة الأمريكية كندا يعني ما ده كله العالم الغربي ما قالش على ما جايش على رغم انه كل اكبر الساسة والمسؤولين في اسرائيل بيضعوا التقية حتى غير يوم الحد يعني اللي هو عندهم اليوم المقدس ما فيش حد عمل بصورة انه زي عنصري الا على الحجاب فانت برضو هي فكرة الازدواجية في معايير الغرب واضحة في قضايا كثيرة ولعل ابرزها القضية الفلسطينية تمام طبعا دي ازدواجيتهم واضحة بشكل فج وفاضح يعني لكن انا سمعت حضرتك استاذ محمد وتحفظ على فكره انه فيها شكل من اشكال المؤامره او التآمر على العالم الاسلامي اثرت هذه القضيه بين الحين والاخر والله هو انا بسال سؤال هو احنا المليار ونص مسلم اللي هم ربع العالم لو اختفوا من العالم الصبح العالم هيخسر حاجه بالمناسبه انا مش هجاوب وحضرتك ما تجاوبش المشاهد يسال نفسه ويجاوب بس انا احنا بالمناسبه 57 دوله اسلاميه يعني منظمه المؤتمر الاسلامي فيها 57 دوله اسلاميه مسلمين مليار و700 مليون يعني يزيدوا شوية عن ربع العالم
بالمناسبه ربع جوائز نوبل في العالم، ربع جوائز نوبل في العلوم انا ماليش خدها يهود. انا مش عايز اعقب على سؤالك بس انا بقول لو اختم تساؤلك ده برضو في شيء. انا بقول احنا مش مهمين يا استاذ احمد. لا مهمين، لا احنا مش مهمين. ازاي الكلام ده؟ صدقني احنا غير مؤثرين، احنا لولا البترول ولولا قناه السويس العالم الغرب ما كانش خد باله مننا خالص. ربما يعني هي زمن بيدور دورته، احنا في مرحله معينه حاليا طبعا. لا اكيد في مرحله معينه كل العالم ده كان بيستقي منا مظبوط وثقافه. لا مش بيستقي، احنا كنا بيتعلم منا. مش كده برضو عايز اقول، كنا احنا مركز العالم. عظيم. المنطقة الشرقية عظيم. لمدة حوالي 500 سنة كانت مركز العالم. أعطيت حضارة مركز العالم. أنت أعطيت يعني زي ما أمريكا مركز العالم أو الاتحاد الأوروبي مركز العالم، نحب نقول للتاريخ كانت المنطقة الشرقية الإسلامية تحديدا يعني ارتباط مركزية العالم بالإسلام ده استمر لأكثر من 500 سنة. ده تناقض مع الكلام بتاع سيادتك. لأن المسلمين كانوا الأكثر عقلانية وكانوا الأكثر تأثيرا. الزمن بيدور دورته يا فندم وإن شاء الله الكبوة. أنا بتكلم حاليا. ما الكبوة هتنتهي. أوكي. ما احنا بقى بنحلل أسباب الكبوة. بس احنا نحن الآن نحلل ليه الكبوة. لينا أهمية ولينا أهمية قصوى يعني. أنا مش عايز أجاوب على سؤال حضرتك حاليا بس أنا لكن يمكن خلينا جلد الذات يا أستاذ أحمد دي مسألة صعبة شوية. بلاش نجلد ذاتنا ونقلل إلى هذا الحد. انا يعني انا يعني ببرز مساله التآمر او المؤامره لانه في ذات التوقيت الدعوات للتظاهرات اللي الدكتور محمد اشار اليها سمعت عن بعض الدعوات لتقنين الدعار. اوكي. فالامور كلها بتاتي في نسق طبقا لوجهه نظر البعض. انا مش بعمم برضه. ربما يرى فيها شكل من اشكال التآمر. طبعا شوف خلع الحجاب مع تقنين الدعار. وجهه نظري لو في مؤامره على المنطقه العربيه او الاسلاميه هي المؤامره بتتمثل في حاجه بره الموضوع، الفتنه أو الصراع بين السنة والشيعة دي مؤامرة. الصراع الداخلي السني دي نعم. مؤامرة نعم. داعش مؤامرة نعم. التفتت العربي مؤامرة. يبقى الصراع الداخلي السياسي داعش، الصراع السني الصراع السني الشيعي، كل دي مؤامرات والمجتمع الدولي ضالع فيها ويبيع السلاح لطرف، يبيع لده طيارات مقاتله ويبيع لعدوه صواريخ بتسقط هذه الطائرات. دي عناوين رئيسيه في التفاصيل. فتن كفتن تمام. اثاره الفتن حول الحجاب، اثاره الفتن حول الدعاره، تقنين زراعه المخدرات. انا شايف يعني دي قضايا تخلف مش قضايا مؤامرات. المجتمع اصلا تجاوز المجتمع من هويته. يعني انا دلوقتي هي المشكله. عارف الهويه اخرج لفاصل المره دي التزم بيه. واضح انه واضح ان هو الفاصل الاخير ان شاء الله، وبعد ذلك الجزء الاخير من هذه الحلقه لعلنا نلملم اوراقنا في هذه الحلقه النقاشيه الجيده، وان شاء الله نصل الى وجهه نظر لعلها تكون مقنعه لحضراتكم. فاصل وتواصل الحديث معكم حول الحجاب. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. تميز بسهولة تفسيره لكتاب الله فوصلت كلماته إلى قلوب البسطاء. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ فسر القرآن بأسلوب فريد اتسم بالتنوير والتجديد. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. فهم ما عجز عنه الكثيرون فسطرت كلماته بماء الذهب. أنا لا أريد أن أحكم بالإسلام ولكني أريد أن أحكم بالإسلام. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي يوميا في 1:30 ظهرا على الناس. بعد قليل فتاوى الناس. إن وعد الله حق.
هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. اهلا بكم. الحديث حتى متواصل مع ضيفي الكريمان حتى في الفصل، يعني واضح انه قضايا كثيره جدا مهمه جدا، لذلك نستغل كل دقيقه متبقيه لنا في هذه الحلقه. واعود الى الاستاذ محمد. كان عندك تعقيب قبل الفصل، اتفضل يا فندم. سريعا في نقاط سريعه، تعال نخش على عورة الرجل اللي هيدخلنا لعورة المرأة. عورة المرأة الحديث اللي موجود، ترجعنا تاني لمسألة الحجاب فرض ولا كويس صن. اولا كلمة حجاب لم ترد في القرآن الكريم بمعنى زي. أول حقيقة الناس لازم تعرفها أن كلمة الحجاب كلمة إحنا اخترعناها أو الفقه اخترعنا أو الناس اخترعتها، إنما القرآن الكريم كلمة حجاب لم ترد فيه إلا بمعنى حاجز مكاني. نعم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ستارة أو من وراء باب أو من وراء حيطة، وبينهما حجاب يعني بينهم سور. نعم. طيب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ده ورد في مين؟ في زوجات الرسول. طب أنا إزاي هسأل مرات زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين متاع من وراء حجاب؟ كان الصحابة أو الرجال عموما كانوا بيروحوا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام قاصدين الطعام، فيجلسوا يأكلوا، فكانوا بيتحركوا بحرية شوية في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان هذا يؤذي النبي. فربنا بيحط ضوابط، نوع من اللياقة العامة ونوع من الذوق العام والأدب. لما تبقوا قاعدين في بيت الرسول التزموا المكان اللي انت فيه. طيب افرض انت وانت قاعد في بيت الرسول، وده نموذج متحرر جدا ومنفتح جدا، وده نموذج الرجل الشريف، ان انت قاعد في بيت الرسول بتاكل لكن عايز تكلم مراته، مرات النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، فما تيجي تكلمها كلمها من وراء ستارة أو باب، لأن ست قاعدة في بيتها، ما يصحش تخش عليها المطبخ، ما يصحش تخش على أوضة الأطفال. فياريت لما تبقى قاعد في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بتاكل، تمام، هي بداية الآية كده، إذا دعيتم إلى طعام في يعني في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم اتكلم عن الحجاب اللي هو حاجز مكاني رقم واحد مش زي. رقم اتنين كان من الآداب العامة لما اتكلم ست وانت جوه بيتها تفتحش عليها الباب، طبيعي جدا يعني. طيب. رقم اتنين ان الآيتين بقى اللي اتكلموا عن الحجاب، اضربنا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، كويس. مبدئيا الجيب الكلمة من جسم الست ما ذكر من جسد المرأة في الآية حاجة واحدة بس، الجيب. ما هو الجيب؟ اللي هو الفتحة، فتحة الصدر. كلمة جيب يعني فتحة عموما، أي جيب هو فتحة شق. فكانت المرأة في الجاهلية عموما كانت المرأة والرجل كانوا بيضطروا لغطاء الرأس. نعم. لأن كان مجتمع صحراوي مليء بالأتربة، وإشاعة الشمس حارة جدا، حارقة درجة حرارة فوق 55، فالراجل أو الست اللي بيمشي من غير غطاء رأس ده بيعرض حياته للموت. فكان غطاء الرأس فريضة اجتماعية على الراجل وعلى الست، الراجل في نموذج العمامة والست في نموذج الخمار أو الغطاء الرأس، الخمار أو الإشارة أو أي طرحة. فكانت الست بطبيعة الحال وبطبيعة المجتمع فرض عليها تغطي رأسها، لم يأتي بها الإسلام ولكن كان سابقا على الإسلام. وهنا بقى بدأ يتدخل الإسلام بإضافة. إذا فغطاء الرأس كان موجود من قبل الإسلام في الجاهلية لظروف اجتماعية، الدنيا حر، شمس، مفيش أمبريلا، مفيش شمسية، كويس، والرمال متحركة بتأذي شعر الست. على فكرة الست، طيب. الست حتى الآن اللي بتبقى عاملة شعرها في الكوافير بتغطي رأسها عشان تحميها، عشان بس الوقت. إذا فكان غطاء الرأس موجود من قبل الإسلام لظروف اجتماعية، ثم الإسلام أضاف إضافة. وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، يعني حضرتك لما تلبسي الطرحة ما تطرحيهاش لورا، لا نزليها لقدام، لان كانت النساء في العرب كانت بتمشي وصدرها مفتوح، يمكن لان الجلابيه واسعه، يمكن لانها بترضع، يمكن لانه الحياكه ما كانتش دقيقه. ماشي. ايوه. فكانت فربنا قال لهم ايه؟ تقومي جايبه الطرحه قدام عشان تغطي فتحه الصدر. اذا فالايه الاولى التي تحدثت عن زي المراه في القران تتحدث عن تغطيه فتحه الصدر. عظيم. اوكي. الايه الثانيه يدنين عليهن من جلابيبهن، وبرده الايه دي في بداياتها الايه اللي قبليها هي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن، مش أن لا يعرفن. يبقى مبدئيا الإدناء هنا مش معناه الإخفاء الكامل، دي ست معروفة، أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. مبدئيا يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء ده لحد فين؟ لحد هنا، لحد هنا، لحد تحت خالص. أنا شايف القرآن لم يحدده، القرآن لم يحدده، وترك الحشمة. السنة الشريفة لم تحدده أيضا. أنا شايف برضو أن لا، لم تأتي في السنة ما تحدده. السنة حددته؟ لا، وجهة نظري لا لم تحدده. لما أشار إلى أنه وجه وكفين. نعم. وجه الكفين هذا حديث مرسل،
رواه عن احد التابعين عن السيده عائشه ولم يقابلها، وعلماء الاحاديث بيكذبوا هذا الحديث او بيضعفوه. ولكن قبل ما اتكلم بقى عن الادناء اللي هو مختلف، المجتمع هو الذي يحدد الادناء لحد فين. يا استاذ احمد، انا امي كانت بتلبس الدريس الفستان بتاعها او جيبها لحد تلتين ساقيها كده، وكان المجتمع ما كانش بيشوفها ست مش محترمه ولا غير محتشمه، ولا المجتمع كان بيأذيها بالكلمه ولا بالسلوك، وكان شايف ده شيء طبيعي. انما الان المجتمع شايف ان لا، البنت لازم تطول لحد الاخر. فالمجتمع هو اللي بيحدد الادناء لحد فين. انا عارف ان حضرتك عايز اتكلم على عوره الرجل الوقت تقريبا تمام يعني، لكن لا في نفس الايه خلي الحديث عن عوره الرجل. انا مش هتكلم عن عوره الرجل، هي نفس الايه اللي قبلها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ربنا كان بيتكلم بالمناسبه عن ادناء الجلباب في قضيه الايذاء، ان الستات بتتاذي في الشارع وهي خارجة لابسة مكشوف. خلاص القول حركة عايز تقول الحجاب القول فريضة اجتماعية لحماية المرأة، فكل ما يحقق حماية المرأة هو من الإسلام. رجعنا إلى نقطة البداية للصفر. عدنا إلى حيث بدأنا. وطالما يعني كان في بعض التساؤلات، لكن الأستاذ محمد خدنا لهذه المساحة، فتعقيب يعني تعقيب مطلوب من حضرتك. أنا أحسب أن احنا كنا تجاوزنا هذه النقطة لأنه قرر ما قرره من قبل أنها فريضة اجتماعية. فريضة اجتماعية، لكن لكن هو لحماية المرأة. المشكلة المرة دي أنه أقحم النصوص بتفسيراته الخاصة يعني التي تخالف ما عليه جمهور المفسرين، ومش عايز أقول إجماع المفسرين والمحدثين والنص القرآني ملزم أما الفهم غير ملزم. وبعدين أنا عندي قواعد لغة عربية يجب أن ألتزم بيها. أما أقول والله أنا عندي وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ما هو ده ال 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 عندي القرآن وسنة، السنة شارحة للقرآن حتى فيما اختلفنا بشأنه. بشكك في صحة الحديث يا دكتور. أستاذ محمد، لا أستاذ محمد، ما فيش حديث آخر مرسل، لا يوجد أي حديث رويا آخر رويا يفصل في الأمر. نسمع بس حضرتك، سمعنا بس هذا الحديث رويا في سنن أبو داود، وسنن أبو داود من كتب الصحاح الستة. أنا عندي البخاري، عندي مسلم، عندي الترمذي، عندي ابن ماجة، عندي النسائي، أبو داود سنن أبو داود. فإذا هو وروية صحيح مش في البخاري ومسلم، لكن ورد في إحدى أو أحد كتب الصحاح الست، أحد كتب الصحاح الست. ده مبدأ اتنين ومرسل، أيوة مرسل، لكنه يقوي هناك أحاديث أخرى قوت هذا الحديث. عظيم. يعني مثلا منه الحديث بالمناسبة يعني، وبرضه بيذكر لنا حديث بعيدة خالص يعني. أنا بتكلم على نفس القضية. حديث كانت السيدة عائشة وهي التي روت هذا الحديث قالت عندما كان يمر علينا ركبان كنا ندني بخمورهن بخمورهن يعني بخمار اللي احنا عملنا من بخمارهن من على رؤوسهن لي على وجوهن، كنوع من الزياده في الاحتياط يعني. طبعا ده ما خدوا البعض وقال ده نقاب كمان، ده بيدل على النقاب. فاحنا قضيه ان احنا نلح او نصر على قضيه المفروض انها انا هقول مش هقول شبه محسومه، فهو قضيه فيها احترام الهويه المسلمه. انا ما اقول دلوقتي البنت المسلمه او المراه المسلمه في غالبيتها مش معنى البعض بيعتبره حريه شخصيه، والله دي بينك وبين ربنا، مش حد بيتكلم في حاجه، خلاص ده بينك وبين ربنا. زي واحد ما بيصليش اللي مثلا، ورغم ان ده برضه مخالفه يعني، وده سؤال عايز اساله لحضرتك. اذا كنت حضرتك انتهيت من التعقيب، في برضه سؤال في ساعه نقطه بس ان برضه حضرتك ما جيش وانا دايما اقول ايه الاسلام اصله لا يهتم بالمظهر او لا يهتم بالشكل. لا مش كلام صح. لا، ما المانع ان يتفق المظهر والجوهر يعني. انا اما اكون بتكلم كلام وكلامي ده يخالف داخلي، ده افضل، ده نوع هدخل نوع من النفاق بقى والكلام ده. فالافضل أن يعني يتسق الشكل مع المضمون. بالضبط. صحيح الإسلام يعتبر الجوهر ما في بيقدمه، لكن ما المانع أن يتسق الاثنين؟ ده شيء طبعا. طيب، وهذا ما نريد علشان يعني تكتمل الصورة. فكرة أنه طبعا دي حرية شخصية. من لا ترتدي الحجاب إلى أي مدى هي مؤاخذة أو محاسبة أمام الله، أو إلى أي مدى هي مذنبة؟ لا، ما أمرها، ده كلام جميل، أمرها إلى الله. ده مسألة، ده أمرها إلى الله طبعا، وربنا هو اللي يحاسب، ونحن لسنا محاكم تفتيش على صحيح ما في قلوب الناس. ده فعلا في هذا الحال وإطلاقا. ولا يوجد كمان ما يدفعني إلى ذلك هو أنه أو لا توجد عقوبة نص عليها، لا قرآن ولا سنة ولا إجماع طبعاً بشأن ما لم تتحدث يعني. لكن كمان بنقوله مش ألم يأتي كمان حديث برضو وبيقول كاسيات عاريات، ويمكن صحيح. ده فكرنا اللي حضرتك أول مداخلة برضو ما حددش
ايه هو الكساء؟ كراسيات عاريات اما قالت لي عن مواصفات فانا واليس هذا كان استنكارا وتنبؤا من الرسول عليه الصلاه والسلام لما يمكن ان يكون في اخر الزمان او في الزمان بتاعنا؟ ما هو ده كان كله كلام واجب ان انا دي كلام او ده زي ده انا عايز بقول هذه كلها مؤيدات لان لا الاسلام يعتبر الزي، الاسلام يضع الزي في بورة اهتمامه، لكن الاسلام كمان بيقول لك انا والله ما عايز الزي ده ما تقوليش زي الايه القرانيه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه، ما هو الايه يعني ما تقوليش والله انا مؤمن وبعمل صالح واشرب الخمر زي ما كان البعض لا انا عايز برضو مؤمن وعمل صالح وتنتهي عن صحيح. عن ما ينهى عنه الشرع يعني عظيم. فمن المهم جدا ان احنا لا ينبغي هذا الكلام اللي احنا ليه بنتكلم النهارده عن هذه القضيه لتوعيه الراي العام للرد على هؤلاء المشككين في هذه القضيه ده السبب وليس اطلاقا لان احنا بنقول لا والله القضيه اصلا بنبداها من جديد لا ليس هذا انا اتمنى ان يفتح هذا الملف مره اخرى ونلتقي مجددا في حاله العصف الذهني دي دقيقه بقى كده والله من فضل ان شاء الله لنا القيادات العليا في مره اخرى لان احنا جوزنا الوقت وان شاء الله ربنا يجمعنا باللقاء بحضرتك تاني نثير بعض القضايا المرتبطه بصحه المجتمع وقضايا اخرى نرتقي بمجتمعنا ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا الاستاذ محمد الدويك الكاتب والباحث شكرا جزيلا لك. شكرا خالص شكرا لك استاذنا الكريم شكرا. دكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلاميه شكرا جزيلا لك دكتور محمد. ختاما مشاهدينا نشكركم وان شاء الله بكره باذن الله تجدد اللقاء حلقه جديده معكم مع الناس الى اللقاء.